صباح الخير يا اللي معانا، وصباح الرزق والسعاده وبدايه يوم جديد كده. هو منتصف الاسبوع بس ان شاء الله كده يحمل لينا كمان كل الخير وكل اللي بنتمناه يا رب. صباح الفل وحلقه جديده. بونجور جدا. بونجورين جدا قوي خالص. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم مهم جدا اكيد النهارده عند كل الاهلاويه، عندنا لقاء يعني بتفصلنا عنه ساعات قليله، وربنا ان شاء الله يكرمنا وينصرنا ويفرح الاهلاويه في كل مكان. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، يا رب تسعدوا معانا بيها ان شاء الله. في الجزء الثاني منها هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الاولى هنتكلم من خلالها عن الكتب الرياضيه اللي كانت متواجده في معرض الكتاب الاخير، وهينورنا من خلال هذه الفقره الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي، وتاني فقرتنا هتكون مع كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق. انت زي ما قلت كده، النهارده يوم مهم جدا جدا علينا كلنا، وماتش يعني منتظر زي ما بيتقال، بس طبعا في كواليس كتيره جدا هنتابع مع حضراتكم على مدار اليوم كله باذن الله، بدايه يعني من 10 الصبح في الاهلي لنهايه اخر برنامج معانا. لكن الكلام برده كتير، والبعثه طبعا زي ما حضراتكم عارفين، يعني انا بتكلم عن لعيبه المنتخب الوطني، وصلوا بقى مقر اقامه النادي الاهلي، وكان في استقبالهم موسيماني، وكان مشهد حلو جدا وكانوا بيحضنوا بعض. لو انت شفت يعني تحس ان موسيماني بيستقبل اولاده بجد. صحيح. والله انا حبيت قوي الصور، وكان اللعيبه كلها والفريق كمان في انتظار لعيبه المنتخب الوطني، وكان في احاديث اكيد جانبيه، وكان في مؤتمرات صحفيه امبارح سواء لاليخاندرو يعني مدير الفني لبالميراس او حتى موسيماني، وكان في تصريحات مهمه على مدار الحلقه ان شاء الله هنتكلم فيها، لان كل تصريح بيحمل رساله. طبعا. هو ده اللي احنا كمان عايزين نناقشه بشكل اكثر تفصيلا اكيد في الفقره الثانيه. على كل حال زي ما احنا بنقول كده، خلاص على بركه الله ساعات قليله جدا، وموعد بقى مع واحد من اهم الاحداث الكرويه في 2022 حقيقي لجماهير النادي الاهلي. تتكلم هنا على وجه الخصوص وجماهير الكره المصريه اكيد يعني بشكل عام. كتيبه النادي الاهلي لو هنتكلم عنها، هي اكيد في مواجهه تاريخيه مع بطل يعني بالميراس البرازيلي، وهو فريق تقيل جدا طبعا في نصف نهائي كاس العالم للانديه. من سنه لو حضراتكم فاكرين كنا برده في مواجهه مع نفس الفريق العملاق ده ومونديال الانديه على المركز كان الثالث، وكسبنا الحمد لله يعني خدنا المركز الثالث والميداليه البرونزيه مع الجهاز الفني الحالي طبعا بقياده مستر بيتسو موسيماني، وكان انجاز جميل جدا لان هو كان لسه برده جاي لنا، وقدرنا ان احنا ناخد الثقه وهو يكتسب الثقه مننا. فعلا احلامنا بقى بعد كده يعني كانت صعبه يمكن، لكن برده في حاجه اسمها واقعيه، في حاجه اسمها اصرار، وفي حاجه اسمها اهداف. فان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر ان احنا نحقق ده جدا، لان احنا نقدر. على كل حال يا كريم، برده في كواليس كتير هنتكلم فيها، لان موسيماني يتكلم وكان ليه من المؤتمر الصحفي امبارح بعض التصريحات، لان الناس ابتدت تقارنه بمانويل خوسيه. فالراجل قال انا سعيد بالمقارنه، لكن في فرق كبير قوي، بتتكلم عن مدير فني قعد 7 سنين وحقق كذا بطوله، وانا لسه يمكن لما احقق كذا بطوله فضلالي ممكن ان انا اوصل للارقام، بس شوف ده بقاله قد ايه معانا موسيماني. بس هو ماشي في السكه دي، هو ماشي فعلا في السكه دي وبمنتهى القوه وبمنتهى السرعه كمان. صحيح. هو فعلا زي ما نهاوند بتقول، يعني هو عايز برضه يكون اسطوره للنادي الاهلي وفي تاريخ النادي الاهلي كما كان الحال مع مانويل جوزيه. وزي ما كنت بقول لكم فعلا هو ماشي وبقوه في هذا الاتجاه. على كل الاحوال يا رب ان شاء الله النهارده تكون الفرحه اهلاويه، وطبعا نفرح كلنا وسط كل الظروف الصعبه بقى اللي مر بيها الفريق خلال الفتره اللي فاتت، غيابات واصابات، وطبعا حضراتكم عارفين ومتابعين، لكن دايما احنا واثقين في ان الاهلي بمن حضر. دي حقيقه مش خيال، وحقيقه وامر واقع ملموس وعاشته اجيال متعاقبه للنادي الاهلي عبر التاريخ، يمكن من اول 2006 اول ميداليه برونزيه، وبعدها الوصول للدور نصف النهائي في 2012، وزي ما قالت نهاوند كمان الميداليه البرونزيه في النسخه الاخيره. يعني العالميه ما هياش حاجه جديده علينا يا حضرات، وكمان يعني جمهور النادي الاهلي دايما عنده ثقه كبيره جدا في فرقته اللي تقدر تادي ما عليها وتتحمل ما عليها من يعني مسؤوليات تحت اي ظرف. الناس دي المفروض ان هم عودونا ان هم ما يعرفوش حاجه اسمها مستحيل. الكل شاهد على عدد البطولات القاريه يعني في اخر سنتين، دوري ابطال افريقيا مرتين، السوبر الافريقي مرتين، وطبعا غيرهم وغيرهم. امبارح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قال في المؤتمر الصحفي ان مباراه بالميراس البرازيلي هتكون مباراه صعبه على الطرفين، على الفريقين، وقال ان النادي الاهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في نسخه البطوله العام الماضي، وهو ما يشير الى قوه الفريقين سواء في السنه اللي فاتت او حتى في العام الحالي، واكد ان النادي الاهلي
وبالميراس، هم كل واحد فيهم على حدة هو بطل لقارته وللمرة الثانية على التوالي. ده طبعا بيدل على قوة وصعوبة المواجهة اللي هتجمعهم هما الاثنين النهاردة إن شاء الله، وربنا يكرمنا يا رب. بص برضو من التصريحات اللي عجبتني، بس الناس قالت لك هو في حاجة رسالة ضمنية ورا التصريحات دي. أليخاندرو المدير الفني لبالميراس البرازيلي كان بيتكلم لما سألوه عن الأهلي، قال لهم الأهلي ده نادي كبير جدا وهتبقى مواجهة صعبة جدا، وسبق إن احنا اتواجهنا معاهم قبل كده وإحنا بنذاكر طريقة لعبهم، وهو النادي الأهلي كمان بيلعبنا بكاتيجوري بي. يعني هو اتكلم إن احنا شايفين قد إيه في غيابات يعني كمان من اللعيبة الأساسية، فالموضوع يمكن كمان ممكن يكون لمصلحتهم شوية. بس هو بيتكلم تخيلوا بقى لو بيلعبونا كمان يعني بالفول تيم هيبقى عامل ازاي. البعض بقى اخذ التصريحات دي يا كريم واتقال او فسروها ان هو بيحاول ايه يلعب على حته معنويه، بيحاول ان هو يعمل رسائل طمانينه علشان احنا نطمن شويه. لا مفيش حاجه اسمها بس كده، بس هو كل اللي يعني مهما حصل يعني حتى، بس ده مش معناه ان احنا يعني هناخد في الحسبان ان احنا الفريق المضاد لينا يعني هيلعبنا بشكل اخف. لا طبعا احنا عارفين ان هي هتبقى مباراة تقطيع، لان بالميراس برضو راجع بثأر. يعني خلينا نتكلم بلغة كرة القدم، اكيد هو عايز ان هو يفوز، عايز ان هو يعوض اللي حصل قبل كده، فاكيد احنا متفاهمين ده جدا. بس كمان ضمن الكلام والتصريحات اللي موسيماني كان اكد عليها، هو كمل كلامه في المؤتمر الصحفي وقال احنا استعدينا جيدا جدا وجئنا لهنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات، وما بننتظرش اي شيء سوى اننا الاهلي. واوضح كمان ليس من السهل ان نبدا مباراه مع بالميراس يعني باللاعبين الدوليين بتوعنا، يعني دي برضو نقطه مهمه لان كانت الناس يا كريم بتسال هو اللعيبه الدوليه هتلعب ولا لا. هو قال لا صعب جدا ان انا ابدا بيهم، احنا مش هنضحي بيهم وبحالتهم البدنيه اللي لسه مش واضحه لحد دلوقتي، وعلينا ان احنا نثق في العناصر الموجوده دلوقتي، ولكن ايضا اللاعبين الدوليين موجودين معانا ولا يمكن نغامر بهم او باي منهم. يعني خلينا نقول كده من الاخر هو هيشوف حاله اللاعبين، وغالبا الاستعانه هتكون يعني بعيد عن اللي شاركوا في ماتش السنغال. ده يعني ده رايي او ده توقعاتي او ده توقعات البعض. يعني اعتقد كمان ان ايمن اشرف وشريف ممكن ان هم يتم الاستعانه بيهم. وبالمناسبه برضو يا كريم يعني موسيماني قال على محمد شريف ان هو مهاجم مهم جدا ومحترف وبيعرف يعني جيدا ان ايه اللي عليه وايه اللي مطلوب منه، فاعتقد دي برضو في اي ظروف فهو اتكلم حتى تحت اي ظروف، فاعتقد دي نقطه مهمه. واحنا عندنا الشك محمد شريف رغم اي شيء حدث، يعني رغم برضو الاحداث اللي كانت مع المنتخب وفكره ان هو ينزل 10 دقائق ويطلع والناس قالت لك طب ليه ومش ليه، مش مهمه ابدا كل الحاجات دي. انت عندك لاعب تقيل قوي اسمه محمد شريف قدر ان هو في خلال شهور ماضيه يثبت نفسه ويبقى واحد من احسن المهاجمين في مصر، فان شاء الله كمان بيحمل المستقبل مع الاهلي الكثير القادم. الى جانب ان كلمتين اللي قالهم موسيماني عن محمد شريف مليانين واقعيه الحقيقه ومنطقيين جدا، بس ستيل برضو لفتة طيبة منه ان هو يقول الكلمتين دول على سبيل حتى الطردية لمحمد شريف اللي اكيد نتيجة الواقعة اللي انت ذكرتيها موضوع ان ينزل وما يكملش 10 دقايق ويطلع تاني. يعني حتى لو خدتي بالك هو خاصه امبارح بحضن من الصنف المتميز، لان ده موسيماني يا كريم حلو عنده الحته دي. موسيماني العامل النفسي بيلعب عليه صحيح. وبيركز عليه جدا صحيح. وفي تصريحاته بيركز عليه، وشفنا اول ما انضم للنادي الاهلي قد ايه كمان اللعيبه نفسيتهم بقت احسن، التيم ورك بقى احسن، لعيبه ظهروا عندك بشكل كبير زي، وهنقول الكلام ده تاني، قفشه ومحمد شريف تحديدا كانوا من العناصر اللي ظهرت بشكل يعني مختلف تماما مع قدوم باتسو موسيماني، فهو فعلا بيهتم بالجانب ده على عكس حلو. شويه كيراش، يمكن كيراش في البدايه ما كانش عنده الحته دي تماما. لا عارف اللي يعني هو الناس كلها عماله تقول وتوه كلتشر في الفتره الاولى اتقال ان هو كان سايب الحته دي للجهاز المعاون، مش مهم ايه اللي حصل، بس يعني اكيد كان في فرق واضح، ويمكن ده انعكاسه كمان واضح على الارض. يعني لا الحقيقه دايما بيتسو موسيماني كلامه معقول وموزون الى درجه عاليه جدا. كمان عجبني من ضمن الكلام الجميل اللي هو قاله، يعني قال ان النادي الاهلي هو نادي كبير جدا وجاء الى الامارات بطموحات كبيره وعلينا ان نكون متواضعين، وعن نفسي في انني احلم كثيرا بالاستمرار سنين وسنين في هذا الكيان حتى اكون اسطوره عند الاهلي وجماهيره مثل مانويل جوزيه الذي حقق 4 بطولات دوري ابطال افريقيا في 7 سنوات. اتمنى ان اقضي نفس ال7 سنوات وهو امر صعب جدا، اسعى جاهدا اليه لأن النادي الأهلي نادي كبير جدا وأجتهد دائما حتى أكون على هذا القدر من التواضع إن شاء الله. يعني بنقول إحنا بقى بدورنا لمستر بيتسو موسيماني، يعني إن شاء الله تحقق معانا كل الألقاب المحلية والقارية والعالمية، طموحنا يعني كبير جدا معاك وبيك ومع طبعا رجالة ولعيبة النادي الأهلي. خلينا بقى نروح لخبر مهم
او مفرح كمان شويه. هو وجود مفروض 3 لاعبين من منتخب مصر في التشكيله المثاليه لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي انتهت بتتويج منتخب السنغال يعني باللقب للمره الاولى في تاريخه، برضو اكيد بنقول لهم مبروك. اللاعبين على كل حال هم محمد صلاح نجم ليفربول، محمد النني نجم ارسنال، ومحمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي. اعتقد ده امر بيدعو للفخر، وقد ايه لاعبتنا بجد كتبت اسمها وحفرته في البطوله بالتعب والجهد والروح رغم اي حاجه او رغم اي نتيجه. ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه كريم، ممكن تفوز ببطوله ولكن ادائك على الملعب وعلى الارض يكون اكثر من سيء، ساعتها صدقني انت مش هتبقى مبسوط. ولكن لو عملت اللي عليك وقدمت كل ما تستطيع على الارض، وشفنا الروح وشفنا المجهود والتيم وورك و و و الى اخره، ده في الاخر لو ما توفقتش ان احنا ما بنبقاش زعلانين كجماهير، بنقول انت عملت اللي عليك وخلاص. دي كره القدم يعني، ما فيش حاجه فيها برده مضمونه، فما فيش اي مشكله. بس طبعا احنا سعداء يعني يبقى من عندنا 3 كمان دخلوا ضمن الافضل في القائمه، فدي حاجه اكيد سعيده. الكلام اللي انت بتقوليه كلام يعني حصل بالفعل، اتحقق بالفعل، مش مجرد كلام بيتقال ولا كلام انشائي. اللي نهاوند بتتكلم مع حضراتكم فيه ده حصل بالفعل ابتداء من لحظه اطلاق صافره نهايه اللقاء اللي جمع ما بين يعني فكره ان احنا خلاص خسرنا البطوله وطلعنا في المركز الثاني. من اول اللحظه دي لغايه دلوقتي انا عن نفسي ما تعرضتش لاي تعليق في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي غير كلها رسائل دعم للفريق وتقدير للمجهودات اللي عملوها، وعاش يا رجاله وهم دول رجالتنا. يعني الكلام كان كله حلو، ما فيش حد القى باللوم على اي حتى يعني لا جهاز فني حتى ولا 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 لعيبه، فدي برده كانت من الامور الملفته للانظار. كمان يعني طبعا مفرح جدا لما نلاقي لعبتنا في التشكيل المثالي للبطولات الكبرى، وكمان نلاقي حد زي الونش وفتوح في قائمه الاحتياطي، حد زي محمد عبد المنعم، حد زي فتوح تحديدا طبعا عشان صغر سنهم ودي اول بطوله دوليه رسميه ليهم، حاجه محترمه جدا ان هم يعني يقدموا بطوله بالاداء الرجولي اللي كلنا شفناه منهم، ده حاجه محترمه. الروح دي هي احسن يعني حاجه حصلت واحسن حاجه طلعنا بيها الحقيقه من خلال هذه الاسماء اللي يمكن كتير مننا ما كانش يعرف عنهم كتير قبل ما نشوفهم في ارضيه الملعب في هذه البطوله القويه. جميل جدا جدا. خلينا بقى نتابع برضو مع حضراتكم دلوقتي ونشوف درجات الحرارة زي ما احنا متعودين. يعني عايز اقول لك امبارح بعد الهواء انا رحت مكان مفتوح، الجو كان حر جدا، والغريب بقى زي ما كان دكتور منار قالت لنا ما تنخدعوش وتلبسوا صيفي الصبح. بجد كان في ناس امبارح مصيفة كأنك في الصيف وقالعين خالص الجاكيت ونص كم وحاجات زي كده، رجال وسيدات يعني. ففعلا الجو كان حر وكان مشمس جدا، بس بالليل زي ما دكتور منار قالت لنا الجو كان برد جدا، فيا ريت ما ننخدعش بدرجات الحراره لما تكون مرتفعه في الصباح، لان ده ممكن يخلي نسبه ان الناس تعيا كتيره او عاليه. لو هي قالت كمان حاجه على فكره، قالت لك ايه ما معناه يعني ايه انبسطوا يا اولاد اليومين دول، لكن من اول الاربع والخميس هيبقى في انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحراره، اللي انا فاكره ان هي قالت تقريبا هتنخفض حوالي 5 درجات. كويس. ففعلا لازم ناخد بالنا. بالظبط. خلينا نروح نتابع دلوقتي مع حضراتكم ونرجع نكمل. طيب احنا كده يعني لا تكونوا حضراتكم فاكرين ان احنا اخبارنا خلصت، لا لسه بدري، احنا بس هنطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل.
الله عليكي وعلى جدك واجتهادك. البنت لازقه وشها في الورقه عشان اشوف. لا والله العظمه كبرت والنظر بقى بعافيه. اتكلم عن نفسك. امال ايه؟ طيب امال اللزقه دي انا لسه في اول الثلاثينات. لا اصل هنقول مع حضراتكم طبعا الصحافه النهارده، بس في مانشيتات مهمه جدا حابه اتطلع يعني لتفاصيلها، بس اكيد خاصه بالمنتخب وما كتب عن المنتخب اللي بجد كان حاجات كويسه قوي. فكره ان احنا مثلا ما تاهلناش او خرجنا او ما فزناش بالبطوله، بس عايزه اقول لك ردود الافعال كانت من الصحافه العربيه حلوه. ف وكلها ماشيه في السكه اللي بنتكلم فيها، ان الناس كلها مقدره مجهوداتهم الى اخره. بالظبط زي الفل. طيب اولا بنجدد التحيه والترحيب مره ثانيه بكل حضراتكم، عوده ل 10 الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نتعرف على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي من خلال زميلتنا العزيزه منى ابراهيم، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودتكم وزي ما قلتوا ان انا دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم اخر اهم الاخبار الرياضيه للنادي الاهلي وكل فرق رياضيه المختلفه. لكن خلوني في البدايه اقول لكم ان الكل هنا بيستعد وبيترقب المباراه المهمه اللي هتتلعب النهارده، طبعا مباراه الاهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم أو نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات. المباراة النهاردة هتبقى الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا يعني الأهلي استكمل قوته مساء أمس بعد عودة الدوليين من المعاصمة من المنتخب مع المنتخب الوطني من الكاميرون. الكل أكيد دلوقتي كل اللعيبة تحت تصرف مستر موسيماني طبعا حسب حالتهم البدنية وطبعا حسب احتياج المدير الفني ليهم، لكن أكيد كلنا ثقة في كل لاعب النادي الأهلي أيا كان مين هيكون موجود، الكل أكيد ثقة. خلوني كمان أقول لكم أنه هنا طبعا إدارة الخدمات مع بالتنسيق مع إدارة النادي هم دلوقتي طبعا بيجهزوا الكراسي والمكان اللي هيكون ان شاء الله بيتعرض فيه الماتش النهارده الساعه 6:30 مساء لكل اعضاء الجمعيه العموميه علشان يقدروا ان هم يتفرجوا براحتهم في النادي هنا. طبعا اكيد الاجواء هتكون مختلفه، الاجواء احسن بكتير. يا رب ان شاء الله نتبسط النهارده بالليل ونصعد الى نهائي المونديال. خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي فرق الرياضيه المختلفه. خلونا نبتدي برجال كره الطايره اللي عندهم النهارده مباراه مهمه امام فريق بتروجيت الساعه 4 العصر على صاله مصر للبترول ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني الفريق ورجال الطايره ماشيين بخطى كويسه جدا من اول البطوله، فازوا في اخر مباراه ضد مصر للبترول بنتيجه 3-0. اما بقى سيدات كره الطايره فتيات الذهب طبعا حققوا امبارح فوز كبير على نادي الزهور بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط ضمن منافسات بطوله الدوري ايضا. يعني عايزه اقول لكم بس وافكر المشاهدين ان فتيات الذهب فتيات كره الطايره متصدرين الدوري وفايزين كل مبارياتهم الفتره اللي فاتت ومحققين العلامه الكامله في كل المباريات. يعني يمكن الماتش اللي جاي هيواجهوا نادي وادي دجله يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. اما بقى سيدات كره السله عندهم النهارده مباراه مهمه امام فريق طيران ضمن منافسات بطوله دوري السوبر، والفريق داخل المباراه دي بمعنويات عاليه جدا خصوصا بعد فوزهم الاخير على نادي الشمس يوم السبت الماضي. اما بقى سيدات كره اليد المستمرين في تدريباتهم الفتره دي عباره عن فترتين، تدريباتهم عباره عن فترتين طبعا بقياده كابتن يحيى يوسف في ظل توقف كل المباريات الرسميه، ما عندهمش اي ماتشات رسميه الفتره اللي جايه. يعني اول مباراه رسميه تكون يوم 11/3، فالفتره دي تدريباتهم قويه جدا بشكل بطريقه انه بيلعبوها على فترتين، اول فتره الفتره البدنيه في صاله الجيم وبعد كده الفتره الثانيه من التدريب بتبقى جوه الصاله. يعني خلوني برضو افكر كل جماهيرنا ان الفريق كان محقق العلامه الكامله وفاز كل مباريات هذا الموسم لحد دلوقتي، ان شاء الله بعد ما يرجعوا للماتشات الرسميه كمان يكملوا هذا المكسب. اخيرا بقى رجال كره اليد المستمرين ايضا في استعداداتهم لمباراتهم القادمه امام نادي سموحه يوم الخميس القادم ضمن منافسات دوري المحترفين لكره اليد. يعني المباراه دي اكيد هتكون مباراه قويه جدا خصوصا ان اخر مباراه كمان الفريق لعبها كانت ايضا مع نادي سموحه، ولكن كانت في اتأهل قصدي من خلال اتأهل من خلالها الفريق النادي الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر. أكيد هتبقى مباراة قوية، بنتمنى الفريق كله سواء لكرة الفريق كرة القدم أو كل فرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي. خليني بس في النهاية أقول لكم الأجواء هنا في النادي الأهلي، طبعا درجة الحرارة دلوقتي 16 درجة
والاعضاء بداوا بالفعل بالتوافد على النادي بشكل كبير. كمان كان في سيوله مروريه جيده جدا في كل الاماكن المحيطه للنادي الاهلي. يعني دي كانت كل الاخبار الرياضيه وكل الاجواء من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي. بشكركم جدا والعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلوا. احنا اللي بنشكر جزيل الشكر الزميله العزيزه منى ابراهيم على هذه التغطيه المتميزه. ودلوقتي بقى نروح مع حضراتكم للصحافه الرياضيه وقراءه في ابرز العناوين والصحف طبعا الصادره صباح اليوم سواء صحف ورقيه او مواقع رياضيه. والزميله العزيزه نهاوند سري المتواجده حاليا على الكنبه اللي جنبي. ماشي كريم، خلينا نعرف نقول الصحافه النهارده. فقره الصحافه العمليه بيتي النهارده. ساعدني ان انا اقول الصحافه بعد اذنك. ماشي، خلينا نبدا مع حضراتكم من جريده الشروق. زي ما كنت بقول بجد كل الصحف تقريبا والمنشطات الاساسيه بتتكلم عن المنتخب والسوشيال ميديا قالت ايه وردود الافعال عامه والجاليات العربيه والمصريه ويعني الجماهير كلها اللي بتساند او بتشجع منتخب مصر. خلينا نبدا بجد من الشروق. كان المنشط كده بيتكلم بعد احتلال المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية، اتحاد الكرة بيجدد الثقة في كيراش وجهازه المعاون. خلي بالك المنشط ده كان غير واضح يمكن من 3-4 ماتشات فاتت، لان من 3-4 ماتشات فاتت ما كانش في حد فاهم هل اصلا كيراش هيوصلنا لهذه النقطه ام لا، هل اصلا كيراش هينال ثقه الجماهير المصريه ام لا، هل كيراش هو مكمل معانا ولا لا. الناس كانت الى حد ما كانش عندهم رضا، ولكن بعد كذا ماتش بدايه من كوت ديفوار للسنغال ابتدى الوضع يختلف 180 درجه. الناس اصبحت عندها رضا عن اداء كيراش، ابتدى كيراش نفسه يندمج اكتر مع الطابع المصري واللعيبه. في اختلاف جذري حصل في بجد اخر 4 ماتشات. فالمنشط ده يمكن لو كان كتب يا كريم قبل ماتش الكوت ديفوار اعتقد كان حينال يعني ردود افعال اكثر من سيئه، لكن دلوقتي اعتقد ان هو ما فيش حد معترض على فكره هنا تجديد الثقه في كيراش مره ثانيه. وانت بتتكلمي على ان هو ابتدى يتطبع بطباع المصريين. في صوره ليه لما كان قاعد على ركب ورافع ايديه في السماء. كميه التعليقات اللي اتكتبت عليه هو اللي هو كشفت راسي وفوضت فيك الامر لله. كان في ماتش الكاميرون لو انا مش غلطان مع الحكم. مهم يعني طبعا سياده الرئيس اشاد زي ما حضراتكم عارفين وتابعتوا بيه اللاعبين واكد على استمرار الثقه فيهم. دي طبعا ليها يعني برضو انعكاسات ايجابيه جدا. النقطه الثانيه انا شفت بقى الفيديو الخاص بوزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي وراح زار اللعيبه واتكلم مع محمد صلاح واتكلم معاهم واداهم زي سبيتش كده تحفيزي. ما فيش مشكله، اللي حصل حصل، احنا لسه عندنا ثقه فيكم، انتوا تقدروا تقدموا اكتر للشعب المصري والشعب المصري منتظر منكم الاكتر، مفيش اي مشكله، انتوا رجاله. فكانت كلها برضو رسائل اعتقد ايجابيه جدا. لو هننطلق بقى وننتقل للاخبار دلوقتي هنتكلم بقى عن المنتخب ايضا والمباراه القادمه ذهابا وايابا. المنتخب بيتعهد بالثار من السنغال في تصفيات طبعا المونديال، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يمكن امبارح كمان مع الاستاذ خالد في الفقره الاخيره. اكيد كلنا عارفين ان بعد خساره بيبقى فيه زي الثار، زي ما احنا عارفين ان بالميراس برده راجع لنا بالثار، لان طبعا من المره اللي فاتت ان هو ما تاهلش واحنا اللي اخذنا المركز الثالث. فبيبقى فيه نوع من كده انا عايز ارد اعتباري طبعاً. انا عايز اثار للمباراه. فإحنا متوقعين جدا ده، وعلى كل حال أكيد برضو السنغال متوقعة مننا ده. بس في المنشط ده بقى اللي عاجبني أو في الخبر ده اللي عاجبني حاجة تانية، تصريح خاص بكيراش. ده بيأكد لك قد إيه كيراش أصبح فعلا مختلف. يعني تصريح إحنا ما كناش واخدين عليه. كيراش فعلنا ما بوسعنا. ومن مستهل الخبر بيقول أن كارلوس كيراش المدير الفني للمنتخب القومي قال لقد فعلنا ما في وسعنا، كنا نتمنى إسعاد الجماهير المصرية وهذا الشعب لكنها كرة القدم. أضاف بقى لقد شعرت أن جميع اللاعبين أبنائي وفعلنا كل ما في وسعنا. هو قال ده أول ما رجعوا طبعا أو وصلوا يعني المطار. ففكره هنا شعرت ان كل اللعيبه ابنائي برضو، ده مش اللي احنا نعرفه عن كارلوس كيراش. وعارف برضو هو من جنسيه مختلفه وما بقاش فيه المشاعر اللي هي عندنا. وهو على فكره هو ما صرحش بحاجه زي كده اصلا من ساعه ما جه، يعني ما كانش عنده تصريحات كده عاطفيه وانسانيه شويه خاصه يعني بيه. نروح للجمهوريه، وده بقى خاص الخبر ده بردود الافعال بس تحديدا من السوشيال ميديا. يعني رغم الخساره وده اللي انا وكريم قلناه في بدايه الحلقه، اشاده بالنجوم على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. ده اللي انا هعيده تاني، انت قدمت حاجه محترمه لكن لم توفق، مش مشكله، على عكس ما تقدم حاجه سيئه وتوفق، ساعتها انا مش هبقى مبسوطه، ساعتها انا مش هبقى فخوره. فكان في اشاده كبيره جدا، كان في مسانده كبيره جدا، وكان زي ما بتقال الروح موجوده. فان شاء الله اللي جاي بقى ايه يترجم و
ويعني عارف يا كريم انا خلاص وثقت فيك رغم الابس اند داونز بتوعك رغم الاخفاقات، فانا عايز بقى مردود او رد فعل تاني ليك انك تعوضني عن اللي فات. فهي دي اقل حاجه طبعا يستحقها او تستحقها الجماهير. نروح للشرق الاوسط، ده يمكن موضوع امبارح خاص بالهلال السعودي والاداء الرائع اللي هو واصل ليه. وطبعا احنا اتكلمنا الهلال السعودي فيه لعيبه تقيله جدا ومحترفه يعني في اوروبا، ففريق تقيل، ناس بقى كتيره جدا عايز اقول لحضراتكم بتتكلم هل الهلال السعودي هيقدر فعلا ان هو ينافس تشيلسي وكمان تبقى منافسه قويه. ردود الافعال او التوقعات ان ده هيحصل فعلا، انت مش هتروح تلاقي مثلا سكور 3-0 و4-0 والكلام ده مش هيحصل. الهلال السعودي فعلا فعلا يعني لا تقيل او طبعا. فرقه تقيله 6-1 يعني 6-1 وجوال كلها ايه لوز صح. فده الخبراء، ده كلام الخبراء الكرويين اللي قالوا ان يعني ان كره القدم لا تعرف المستحيل، وربما يكون هناك تحدي يعني فار جدا زي ما بتقال وين وين سيتويشن ما بين الهلال السعودي وتشيلسي. فعلى كل حال احنا هنتابع لان هي هتبقى مباراه اكيد قويه. كل الشكر للزميله نهاوند السيدي على هذه الفقره الصحفيه المميزه. يا رب اكون يعني في التوقف. وفقت. طيب نروح بقى مع حضراتكم للرياضة العالمية، والبداية هتكون مع أولمبياد بكين الشتوية، حيث فاز الألماني جوهانس لودفيج بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق الزحافات. تابعوا معنا. خلينا نروح لعبة الجولف واللي فاز فيها لاعب أمريكي، وكانت بطولة يعني كبيرة جدا وحضرها يعني جمهور عريض جدا. خلينا نتابع. في كرة السلة فاز فريق فيلادلفيا 76رز بنتيجة 119 نقطة مقابل 108 على شيكاغو بولز في اللقاء اللي جمع ما بينهم في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية. لعبة التنس اللي فاز فيها الكازاخي ألكساندر بوليك على الألماني ألكساندر زافريف في نهائي بطولة مونبلييه المفتوحة للتنس في فرنسا، كان ماتش برضه قوي جدا. خلينا طيب دي كانت نهاية أخبار الرياضة العالمية، وقبل ما نطلع فاصل عايزين طبعا نطلع لايف فيو عشان نتعرف مع بعض على كواليس بعثة النادي الأهلي قبل مواجهة بالميراس، وزميلنا العزيز أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي في أبو ظبي. أمير صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الفل عليك يا كريم، وصباح الفل على نهاوند وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلاص ساعات قليلة بتفصل النادي الأهلي على أهم مبارياته في كأس العالم للأندية أمام فريق بالميراس البرازيلي، وهي طبعا أهم مباراة لأن من خلال المباراة دي ممكن الأهلي يصنع تاريخ جديد بالتأهل لنهائي كأس العالم لأول مرة في مشاركاته العديدة في هذه البطولة الهامة جدا بكل تأكيد. فبالتالي دوافع كتير وروح عالية جدا عند اللاعبين، وبالتحديد بعد انضمام الدوليين بغض النظر بقى عن إمكانية مشاركتهم أو لا، لكن من الوارد أن بعضهم ياخد بعض الدقائق في مباراة اليوم. الكل متفائل في الحقيقة، الكل إن شاء الله بإذن الله عنده أمال كبيرة في التأهل للمباراة النهائية. خليني أقول لحضراتكم كده سريعا كواليس اليوم. النهارده كان في يعني الفطار الساعه 11 الصبح، بعد الفطار مباشره عمار حمدي لاعب النادي الاهلي اللي اتصاب بقطع في الرباط الصليبي كان من امبارح بيتم تجهيز اجراءات سفره للقاهره عشان يحضر كل التاشيرات الخاصه بجراحه الرباط الصليبي في المانيا في نفس المكان اللي اجرى فيه اكرم توفيق نفس الجراحه. فبالتالي كان في حرص كبير جدا من كل عناصر الفريق، وايضا اللاعبين الدوليين جم ويعني سلموا على عمار وكانوا معاه ووصلوه لحد العربيه اللي هتقله الى مطار ابو ظبي عشان يطير على طول باذن الله ويوصل سلاما للقاهره ويبتدي الاجراءات اللي هتخلص خلال ايام قليله وبعدين يسافر باذن الله لالمانيا. النهارده كمان هيكون في يعني الغداء على الساعه 2:30، بعد كده هيكون في محاضره مستر بيتسو موسيماني مع اللعيبه، المحاضره المعتاده وهي محاضره المباراه، ومحاضره هتكون مهمه جدا لان في جوانب تكتيكيه عديده اشتغل عليها مستر موسيماني خلال الفتره اللي فاتت بالتحديد خلال مران الامس. وبعد كده الفريق ان شاء الله هيتحرك في تمام الساعه 6:30 وعشان يوصل ان شاء الله ملعب الناهين قبل المباراه بساعه ونص. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، حضور جماهيري هيكون غفير، الامور كلها ماشيه بشكل جيد ان شاء الله باذن الله، التوفيق يكون من عند المولى عز وجل ويتأهل الأهلي على حساب بالميراس. لو في أي استفسار عندكم تفضلوا أنا معاكم.
امير طبعا بصبح عليك، وتغطيتنا اكيد مستمره معاك، وهي تغطيه اكثر من رائعه سواء ل 10 الصبح في الاهلي او لجميع البرامج على طبعا قناه الاهلي. انا عايزه اروح معاك لفيريرا والتصريحات الخاصه بيه، لان هو طبعا مدير الفني لبالميراس كان ليه كذا تصريح، بس انا عايزه اعرف انعكاس ده كمان علينا لو كان في كواليس او كان في تعليق على بعض التصريحات الخاصه بيه. هو تحدث يمكن ان هو قال احنا كنا متوقعين نقابل مونتيري، دي حاجه. الحاجه الثانيه تحدث ان هو عارف ان الاهلي يعني فريق قوي جدا، لكن هو عنده غيابات كبيره، ولكن هو برضه متوقع يكون في طبعا يعني مباراه قويه. وتحدث ايضا عن يعني موسيماني، وكان في العديد من التصريحات. انعكاسات ده كانت ازاي بقى على موسيماني وعلى الفريق وعلى الجماهير، لو تقدر ان انت تطلعنا عليها؟ اتفضل يا امير. نقطة مهمة جدا في الحقيقة ان هواند بتتكلمي فيها، وهي تصريحات ابل فريرا المدير الفني لبالميراس. الراجل امبارح قال تصريحات عديدة، يعني ابرزها طبعا الجزئية اللي انت قلتيها، حتة ان احنا كنا متوقعين نقابل مونتيري. هو مش تقليل ابدا من الاهلي وامكانيات الاهلي، لكن هو كان المعطيات بتقول كده، ان الاهلي ناقصه 12 13 لعيب تقريبا، فالفرص اكبر لمونتيري. لكن هو على حسب كلامه اتفاجئ بشكل كبير جدا بامكانيات الفريق الثاني للاهلي على حد تعبيره. قال لو ده الفريق الثاني يبقى الفريق الاول عامل ازاي؟ فطبعا فريق منظم جدا بيلعبوا بذكاء كبير قوي، فأشاد بشكل كبير جدا، وكان واضح ان في تقدير كبير لامكانيات النادي الاهلي. كمان واضح ان في تقدير كبير بعد ما فاز الاهلي على بالميراس في المباراه اللي فاتت. كمان من ضمن الامور المهمه واللي لازم ناكد عليها، وهو انعكاس التصريحات دي على طبعا مستر بيتسو موسيماني، وده امر مهم في الحقيقه. مستر بيتسو موسيماني لما اتسال على تصريحات فيريرا في المؤتمر الصحفي، قال انا بقدر جدا تصريحاته، ويعني بالنسبه لي حاجه جيده جدا، مدرب كبير ما فيش اي مشكله. لكن في نفس الوقت موسيماني اكيد ملك في التصريحات بصراحه، الراجل بيقول تصريحات مهمه جدا. قال احنا بنلعب فريق كبير قوي، عنده دوافع كتيره بامكانيات كبيره، هيكون عايزين يكسبونا بعد ما كسبناهم السنه اللي فاتت. فالتصريحات كانت متبادله بشكل متزن وبشكل جيد جدا ما بين الاثنين مدربين، لكن كل واحد عامل حساب للتاني بشكل كبير في الحقيقه. نهاوند وكل واحد يعني مركز في المباراه بطريقه قويه جدا، بالتحديد بالميراس واضح ان هم واخدين المباراه بشكل قوي. هو طبيعي ان انت بتلعب نص نهائي كاس عالم، فطبيعي ان انت تاخد المباراه بمحمل الجد، بطوله معتمده من فيفا ومهمه. لكن هو كمان بشكل اكبر بعد ما عرف امكانيات النادي الاهلي، سواء من خلال مباراته امام الفريق السنه اللي فاتت او من خلال مباراه الاهلي مع مونتيري السنه دي، وكانت حاجه في الحقيقه ممتازه جدا، وادينا مباراه كبيره. هو كمان قال ان الاهلي ضيع اكتر من كوره بخلاف الهدف اللي احرزه يعني محمد هاني، لكن في نفس الوقت درس الاهلي بشكل كبير، وقال ان احنا نقدر نتخطى الاهلي بمزيد من الهدوء في الملعب وبمزيد من استغلال الفرص اللي تتاح بالنسبه لنا، مش هنكون متسرعين برضو ده على حد تعبيره. مستر بيتسو موسيماني طبعا اتسال كتير على موضوع الدوليين ومين هيشارك ومين مش هيشارك، طب شريف بالتحديد هو وايمن موقفهم هيكون ايه؟ انا حتى لسه ما شفتهمش، انا ما اعرفش ده الكلام ده ساعه المؤتمر الصحفي امبارح، يعني هو طبعا شافهم امبارح واستقبلهم استقبال جيد جدا بالليل اول ما وصلوا، لكن ساعتها كان بيقول انا لسه ما شفتش حالتهم، الامور بالنسبه لهم هتكون عامله ازاي. لكن انا بقول لك انا هواند انت وكريم قد يتم الدفع ببعض من هؤلاء الدوليين في عدد من الدقائق في المباراه، وربما على حسب سير المباراه وعلى حسب قرارات موسيماني ممكن حد او اثنين فيهم يلعب مباراه كامله. الامور هتتضح بشكل اكبر في الساعات القليله المقبله قبل تحرك الفريق لاستاد النهيان. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق، وباذن الله باذن الله النتيجه تكون صالحنا. لسه معاكم برضو لو محتاجين اي استفسار انا معاكم، اتفضلوا. لا احنا بنشكرك جدا على هذه التغطيه، وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نفرح كلنا بالليل يا امير. بنشكرك جدا زميلنا العزيز امير هشام، شكرا. طيب هنطلع دلوقتي فاصل سريع يا حضرات، ومجرد العوده نبتدي معاكم بقى اول فقره حواريه هنتكلم من خلالها النهارده عن الادب الكروي، الكتابه عن كره القدم والتاريخ لاهم احداثها وكمان اهم شخوصها. فاصل ثم عوده فقط. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم، اهلا بكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. طبعا الحضور الرياضي في معرض القاهره الدولي للكتاب كان شيء مهم جدا، ويعني الاصدارات الرياضيه عن تاريخ كره القدم كمان كانت حاضره بمنتهى القوه. النهارده هنتكلم يعني عن ثلاث كتب للناقد الرياضي الاستاذ عمر البنوبي، شارك من خلالهم في هذه الدوره من دورات معرض القاهره الدولي للكتاب. واحد منهم الحقيقه بنشكره جزيل الشكر على ان هو اهداني انا ونهاوند نسخه منه كره القدم
في المدن الجامحة، وكمان هنتكلم عن كتاب 100 عام من الحلم، وأيضا كتاب الجنرال محمود الجوهري. هنعرف بقى تفاصيل كتيره من خلال الاستاذ عمر البنوبي اللي منورنا. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل يا نهاوند. مبسوط ان انا معاكم في بيتي قناه النادي الاهلي. ده مكانك، مش غريب، بس ميرسي جدا طبعا على الكتاب، وهتعمل لنا اهداء بقى بعد أكيد. ما نخلص الفقره. طيب نبدا كده من الاول وفهمنا اصلا قصة هنا الكتاب، معرض الكتاب والحديث عن الرياضة، وإيه حبك برضو أن أنت تتكلم عن الأهلي وتتكلم عن التاريخ بتاعه بالرموز بتاعته الكبيرة جدا. يعني خلينا نعرف منك يا عمر في البداية. يعني خليني أقولك أنه في البداية زمان يمكن كان معروف عن جمهور الكورة أنه هو جمهور بيروح الماتش بس. صح. دلوقتي جمهور الكورة بيقرأ، جمهور الكورة عنده إصدارات رياضية موجودة في معرض الكتاب، سواء حتى من الكتاب المحترفين أو حتى من الهواة، في ناس من الجمهور بتعمل كتب في الوقت الحالي كمان. ما بقاش الحكاية مقتصرة على الاستاد أو على السوشيال ميديا أو أن أنا أبقى موجود في المدرج بس، وأحط صورتي مع الفريق اللي أنا بحبه. بالعكس بقى، يعني فكرة أنا بالنسبة لي كان تحدي أو تشالنج أنه جمهور الكرة يقرأ، يعني جمهور الكرة يكون موجود في معرض الكتاب، يقرأ، يتواجد بالشكل القوي اللي احنا شفناه. كان على ده ثالث كتاب ليا، بقالي 3 سنين بعمل كتب في آخر 3 دورات لمعرض الكتاب، ده أحدثهم اللي هو كرة القدم في المدن الجامحة. فالتجربة نفسها بالنسبة لي مميزة، أنه أنا شفت اهتمام. يعني في الأول أنا كنت خايف، في أول كتاب بعمله كنت خايف. ما هو الاختيار ذكي من الأول برضو عمر، أنت عارف جماهير كرة القدم بالملايين، وجزء كبير جدا منهم بيحضر دايما كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب. فالاختيار ذكي، بس هو مبني على التفكير ده ولا مبني على خلفيتك انت كناقد رياضي وحبيت لما تكتب ويبقى لك اصدارات ادبيه يعني او كتب تبقى برضو في نفس العالم ده؟ يعني انا شايف انه انا لما ابتديت اشتغل في الكوره وفي الميديا، يعني اشتغلت بره مصر الاول، اوكي، في هال سيتي الانجليزي ميديا كوردينيتور لمصر والشرق الاوسط والدول الناطقه بالعربيه، وبعد كده جيت مصر. فهي الفكره انه بره او في اوروبا هتلاقي انه الاصدارات الرياضيه وتحديدا في كره القدم كتيره وكتيره جدا. طبعا. يعني حتى لو هنتكلم على نطاق الانديه الصغيره في اوروبا، هتلاقي انه في بعض الاساطير بتوع الانديه الصغيره دي عندهم كتب سيره ذاتيه. احنا هنا عندنا يعني فقر كبير جدا في حته كتب السيره الذاتيه لاساطير الكوره، محتاجين انه اساطير الكوره يفكروا اكتر الفتره اللي جايه ان هم يعملوا ده. فأنا شفت أنه الكتب الرياضية وكرة القدم موجودة كتير بره بشكل يعني أكبر من هنا، فليه إحنا ما نشتغلش ونعمل ده ويبقى عندنا المكتبة الرياضية، يبقى فيها مجموعة كتب تأرخ لتاريخ الكرة المصرية ونجوم الكرة المصرية. إحنا عندنا تراث كبير جدا طبعًا. يعني طبعًا. إحنا بنلعب كرة من أكتر من 100 سنة، فبالتالي إحنا عندنا مليون حاجة ممكن نتكلم عنها ومليون كتاب ممكن نعمله طبعًا. ويطلع بشكل كويس جدا كمان. كلمت في الكتاب ده تحديدا عن الجالية اليونانية واللعيبة ولعبوا مع اليونان، يعني خليني أعرف بالظبط عشان ندي برضو فكرة للسادة المشاهدين عن الكتاب بيحمل إيه بالظبط. يعني هو الفكرة نفسها أنه التوجه الدولة المصرية في الوقت الحالي اللي هو توطيد العلاقات مع دول البحر المتوسط وتحديدا دول اليونان وقبرص، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أطلق مبادرة العودة إلى الجذور وبدأ يستقبل اليونانيين ورئيس الوزراء اليوناني في مصر ورئيس الوزراء القبرصي، وبعد كده في زيارات متبادلة شفناها على مدار 5-6 سنين اللي فاتوا. فخليني فكرت شوية أنه الجالية اليونانية، وأنا رحت اليونان وعارف هم بيحبوا المصريين قد إيه، وعندهم نجوم كرة كتير، وهم شعب بيحب الكرة، هم قريبين مننا في العادات كتير جدا. فبدور في تاريخ الكرة في مصر لقيت انه في النص الاول من القرن اللي فات تقريبا كان في 7 أندية للجالية اليونانية موجودين بيلعبوا كرة في مصر، موجودين من لعيبة يونانيين، هم بيسموهم اليونانيين مصريين او الجريكس اوف ايجيبت، يعني حتى هم في اليونان واخدين مكانة كويسة جدا في المجتمع، يقول لك انه ده من الجريكس اوف ايجيبت، فبالنسبة لهم بيبقى حاجة كبيرة، يعني لانه هم دول كانوا اغنى جالية يونانية موجودة في العالم، هم اليونانيين اللي كانوا عايشين في مصر، واليونانيين كانوا قريبين من المصريين جدا. فتتخيل ان في 7 أندية منهم ناديين بيشاركوا في اول موسمين في الدوري الممتاز من لعيبه يونانيين، نادي الهيلانيك يونيون في اسكندريه، ونادي بور فؤاد، نادي بور فؤاد ده في 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 في, في بورسعيد، منطقه بورسعيد ومنطقه القناه، كان موجود من اللعيبه معظمهم من اللعيبه اليونانيين، منهم بالمناسبه يعني انت لو بمناسبه كاس الامم الافريقيه اول حارس مرمى لمصر وياخد بطوله امم افريقيا في اول نسخه للبطوله سنه 57 كان مصري يوناني اسمه باراسكوس تيرميريتس، وده حكايته موجوده بالكامل في الكتاب،
يمكن اتكلمت مع بنته ماريا واتكلمت مع الناس اللي عصرته هنا وكانوا موجودين وله قصة كبيرة جدا جدا يعني. جميل الموضوع اللي انت بتعمله ده، شيء شيق جدا. بس ان انت بتأرخ لأسماء البعض منها كان بيتردد من 100 سنة، فجبت المصادر ازاي؟ صح. يعني في حالة حارس المرمى اللي مش عارف اقول اسمه تاني ده اللي انت قلته، باراسكو ستيرموريتس. ايوه يعني وصلت البنت ازاي وحاجات زي كده. انا شغلي في الاساس ده، انا راجل يعني انا قلت الراجل ده، انا بس مش الراجل اللي انت قلت اسمه. الراجل اللي انت قلته. انا دارس اعلام اصلا، صحافه وماجستير وكده. فهي الفكره كلها في حته البحث، انا هاوي الحكايه دي من زمان يعني. حتى في شغلي احب اعمل جزء من متعه الصحافه، متعه الحياه والله. كمان لانه انا الكوره عملت لي حتى عيله كبيره على مستوى العالم، ليا في كل بلد اصدقاء، ودي من متعه الشغلانه دي بصراحه. لكن هي فكره البحث في الماده دي تحديدا، او الجاليه اليونانيه في مصر ومشاركتهم في الكوره، ما كانتش سهله لانه اللغه اليونانيه صعبه جدا. لكن انا عندي اصدقاء كتير في اليونان، لكن في نفس الوقت ارشيف الجاليه اليونانيه هنا ساعدني جدا. وعشان كده بشكر دكتور خالد رؤوف، يعني هو استاذ في جامعه شيكاغو اثار يوناني وروماني ومسرح، من الممثلين بتوع الثقافه اليونانيه هنا في مصر الحقيقه. هو ساعدني في الموضوع. اسكندراني كمان جداً. واسكندراني، لا شخصيه رائعه، ومترجم، ومن اكتر المترجمين اللي ترجموا اعمال ادبيه من اليوناني للعربي الحقيقه، ولسه واخد جايزه قريب، ببارك له عليه على الترجمه. فهو ساعدني جدا بارشيف الجاليه اليونانيه، قابلته في اسكندريه كذا مره وهنا في القاهره، والحقيقه هو كان اكتر المتحمسين لموضوع الكتاب. ساعدني في بعض المعلومات وحاجات من ارشيف الجاليه، بخلاف انه دايما بدور في ارشيف الكره المصريه، حاول اشوف تشكيل المنتخب مثلا سنه 30 كان مين، فتلاقي فيه 3 4 لعيبه يونانيين، توميدس وغيره وغيره، فابتدي ادور الناس دي كانت بتلعب فين، منهم ناس احترفت بره. اول الخيط بالظبط يعني. تبتدي مع كل اسم، انا لازم ادور ورا كل اسم يعني. في انا في مره اكتشفت ان في لعيب موجود في يعني في اسكتلندا، اللعيب ده مكتوب انه مولود في القاهره، فضلت وراه لحد ما وصلت له شخصيا وعملت معاه انترفيو، وعرفت ليه هو كان مولود في شبرا يعني. كان شبرا. فانا هاوي الحكايه دي وما بزهقش يعني. انا ممكن ادور في موضوع 3 4 5 شهور سنه لحد ما اوصل للي انا عايزه. فالحقيقه البحث ما كانش سهل، لكن اصدقائي في اليونان كمان سهلوا عليا شويه يعني. انا لما حبيت اوصل لماريا بنت باراسكوس، هي مواليد بورسعيد برضو. ماريا بنت باراسكوس يعني. فالحقيقه كلمت انت ازاي بتنت؟ لا استناني، انت دارس لغه يونانيه؟ انا حاسه انت عندك شغف اصلا باليونان وبالتاريخ، بس انت ما درستش لا ما درستش اللغه اليونانيه، صعبه جدا. بس بسمع اغاني يوناني كتير، نقول اسامي بس. بسمع اغاني يوناني كتير، عارف الاسامي. سافرت اليونان، ليا اصحاب هناك، فممكن حسيتك من النطق متمكن فقلت يعني اوكي. فانا لما حاولت اوصل لماريا، شفت مين كان بيلعب في بورو فؤاد في الوقت ده او له علاقه بباراسكوس، فكلمت كابتن حسن امين، الحقيقه هو اللي وصلني بماريا. وقبله كان الدكتور طه الطوخي الله يرحمه، مدرب نادي الاهلي ومدرب منتخب الكويت. لما اتكلمت معاه برده اداني بعض المعلومات عن فكره انضمام باراسكوس لمنتخب مصر. والحقيقه يعني قصه باراسكوس حلوه، لكن كمان في لعيبه ثانيه يعني. مثلا اكتشف انه وانا بعمل الكتاب ان اول لعيب يخرج من الدوري المصري يلعب في دوري ابطال اوروبا لعيب من غزل المحله اسمه ياني كوميانيدس. اوكي. ياني كوميانيدس ده كان هداف غزل المحله موسم 62 63، سنه 63 رجع اليونان، لعب في نادي باناثينايكوس، اخذ الدوري، لعب في دوري ابطال اوروبا. اوكي. وجاب جون في كولن الالماني في كوارتر فاينل، ويعني حاجه تتسجل في التاريخ. ففي حاجات كتير كده بكتشفها في الكتاب ده. طبعا بخلاف انه المرحله اللي بنتكلم فيها اللي هي الجزء الاول من القرن اللي فات، لا كان في لعيبه يونانيين كتير لانه انديه الجاليه كانت موجوده. لكن بعد خروج الجاليه من مصر في نهايه الستينات بدات الحكايه تبقى صعبه شويه. ممكن ما فيش غير كابتن عبود الخضري، راح فرقه درجه اولى اسمها كاليثيه في اتينا وقت فتره توقف الكوره بعد 67 هنا في مصر، وبعد كده رجع على النادي المصري تاني. وبعد عبود الخضري مصري 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 ده نجم النادي المصري. خضري ما عداش يعني ما عداش على اليونان. لا كابتن عبود كمان بيتكلم يوناني، وحاجه جميله يعني. وانا اتبسطت وانا بتكلم معاه عن الستوري بتاعته في اليونان. في العصر الحديث بقى، او من نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات، بدا اللعيبه المصريين هم اللي يحترفوا في الدوري اليوناني. فمن هنا كانت البدايه بقى، انه كابتن مجدي طلبه هو اول لعيب مصري يحترف في الدوري اليوناني ممتاز بشكله ده، وصل انه بقى كابتن فريق نادي باوك، وهو اول كابتن مصري. هو الفريق الاشهر عندهم بالظبط يعني. لفريق اوروبي. انا بشجع باوك اصلا يعني، عشان اللعيبه المصريين الكتير اللي لعبوا في باوك، بخلاف انه اجواء باوك نفسها تفكرك باجواء النادي الاهلي. حماسه جمهوره كبيره جدا، جمهوره شغوف بالكوره.
فالحقيقه من هنا بدات بقى حكايه المصريين هناك. طبعا في اكتر من لعيب مصري بعد كابتن مجدي طلبة، كابتن حسام ابراهيم حسن، بعد كده كابتن عبد الستار صبري، بعد كده في لعيبه تانية كتير منهم شيكابالا وامير عزمي مجاهد بقى وعمرو ورده بعد كده في الوقت في العصر اللي احنا فيه، وفي احمد حسن كوكا لعب في اولمبياكوس، في مجموعه لعيبه خدت التجربه، احمد مجدي لعب في اتراميتوس، يعني في مجموعه لعيبه، عمرو الحلواني، يمكن عمرو الحلواني في الدوري المصري لحد دلوقتي، انتقل للنادي الاسماعيلي. فالحقيقه لا، العلاقه في الكوره ما بين مصر واليونان زيها زي علاقتها بمصر واليونان على مر التاريخ طبعا، دايما فيها حتى ثقافيا وحضاريا ثقافيا. وبالمناسبه يعني واحد من الاباء المؤسسين او الاب الروحي للرياضه المصريه عموما مش بس كره القدم هو انجلو بولاناكي. انجلو بولاناكي ده واحد من ابناء الجاليه اليونانيه في اسكندريه، وكتب في مذكراته ان هو اول مصري يتنافس رياضيا خارج مصر، هو وصف نفسه بكده، هو مؤسس اللجنه الاولمبيه المصريه. كانوا يعني عشقوا مصر اصلا يعني بالزبط. عشق لا، لو ترجع بقى للتاريخ بعيدا عن حتى كره القدم يعني في كل حاجه في كل المجالات، يعني كفايه ده مش روسوس مولود في اسكندريه يعني وغيره يعني فنانين كتير يونانيين بالمناسبه مولودين في مصر وعادوا. طب عمر انا عايز، احنا معانا صور عايزين برضو ننزلها وحاجات عن التكريم وحاجات عن الكتاب، يا ريت واحنا بنتكلم برضو مع استاذ عمر تنزل. بس انا عايز اسالك عن هنا قصه، يعني انا حابه جدا زي ما انت قلت فكره ان المشجع لكره القدم مش بس بيحضر ماتشات ورا فريقه او ورا المنتخب، لا هو لازم يتعمق، وده ابتدت الثقافه تختلف شويه في الفترات الاخيره. فازاي ممكن ان احنا نقيس ده على فكره الاقبال على المعرض وشراء الكتب الخاصه، مش بتكلم بس على كتب حضرتك، يعني ان جنرال الخاصه بتاريخ الكره المصريه، تاريخ كره القدم عامه، ازاي ده ممكن نقيسه؟ لا انا عايز اقول لك انه انا بمشاركتي في ثلاث معارض حتى الان بثلاث اصدارات، مع كل سنه الاقبال على الكتب الرياضيه بيزيد جدا، مش كويس. بس الكتب بتاعتي كويس، يعني مش بتكلم بقى على الكتب بتاعتي لا، بشكل عام الجمهور الرياضي بدا يكون له حضور وتواجد في معرض القاهره الدولي للكتاب، وحتى بنشوف على السوشيال ميديا الناس بتبعت لنا ان انا اشتريت كتاب كذا، انا بشوف كتاب كذا، وبيرشحوا لبعض كتب رياضيه، والناس كويس قوي، يعني الثقافه اختلفت برضو. الثقافه اختلفت طبعا، ويعني انا اعتقد بالمناسبه يعني ده كان تكريم، من نادي الاتحاد السكندري، والحقيقه نادي الاتحاد السكندري من الانديه العزيزه علينا كلنا ومن الانديه التاريخيه، ده محمود بيه القاضي عضو مجلس اداره الاتحاد السكندري كان موجود ممثلا عن النادي، ده جزء من الحضور يعني بشكرهم كلهم طبعا، يعني قيادات الرياضه المصريه والناس كلهم انا بعتز بيهم، يعني معالي العميد محمد مرجان، مهندس احمد مجاهد، احمد حسام عوض، محمود القاضي، كابتن مجدي طلبه وكابتن احمد مجدي، الدكتور ياسر ايوب اللي قدمني في الندوه والحقيقه اضاف كتير للحدث، محمد غرابه من نادي انبي، دكتوره دينا الرفاعي عضو مجلس اداره اتحاد الكره الحالي، يعني كابتن تامر بجاتو، مسانده حلوه جدا جدا، وبتاكد كمان ان الناس مهتمه بفكره انه يكون في مشاركه رياضيه في الجانب الثقافي، يعني طبعاً. ما تبقاش الحكايه طبعاً. مقتصره على المنافسات، لان ابتدت تنحسر بشكل ملحوظ الفتره الاخيره نتيجه ان ناس كتير بقت بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا، واللي مش بالضروره تكون معلومات موثقه ولا حتى سليمه في بعض، ولا حتى حد تعب في البحث عنها، يعني طبعاً. احيانا بتبقى حاجات مغلوطه كتير طبعاً. فكره انه انت توجه الناس والشباب ان هم يقروا هو ده الاهم، لان لما هتوجهه انه يقرا ويقرا حاجه بيحبها هيبتدي يدور، بالظبط هيبتدي يدور على المعلومه. انا يعني دايما الناس في ممكن الشباب الصغير يبتدي يقول لك ايه، لا الكتب دي حاجه كبيره وصعبه وبتاع، اقرا في مجال سهل من اللي انت بتحبه، هتلاقي الحكايه هتمشي معاك وهتبقى سهله. يعني انا اعتقد انه التجربه نفسها كانت حلوه، انا شفت كتب كتير جدا السنه دي في المعرض رياضيه، يعني وبالمناسبه في كتب منهم الطبعه الاولى والثانيه خلصت منها، يعني كتاب صفحات من تاريخ الاهلي مثلا طبعتين خلصوا في المعرض، فده نجاح للكتب الرياضيه مش بس الكتب مثلا اللي انا بعملها. انا مبسوط انه انا كتبي الحمد لله بتحقق نجاح، لكن في نفس الوقت بشوف انه كل ما زاد عدد الكتب الرياضيه المشاركه في معرض الكتاب كل ده ما كان نجاح لفكرة الأدب الرياضي اللي كان مش موجود على الساحة تقريبا لفترة طويلة الفترة اللي فاتت. يعني احنا قضينا مثلا 10 سنين كده ما كانش فيه إصدارات رياضية جديدة، ما شفتش حاجة مميزة. دلوقتي بقالنا تقريبا 4-5 سنين لا كل سنة فيه إصدارات كتير موجودة وبشكل مختلف ومتطور، وكل واحد بيكتب بطريقته، يعني انا مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، بس هايل اللي كل واحد له شخصيته في الكتابه بالظبط، هايل ان ده حاصل بالفعل. انت بالنسبه لك شخصيا استاذ عمر اخر اصداراتك كان كتاب كره القدم في المدن الجامحه، فهنا بقى طبعا الفضول اكيد لازم يخلينا نسالك ايه هي المدن الجامحه وايه تفاصيل الجموح ده. اولا الاسم هو انا اقتبسته من ثلاثيه زي ثلاثيه نجيب محفوظ عندنا كده لكاتب يوناني مولود في عابدين،
هو مصري يوناني، هو عاش قضى حياته كلها في مصر، وكان عايش في اسيوط شويه وبعد كده القاهره واسكندريه. اسمه ستراتست سيركس، ده زي نجيب محفوظ عندنا كده في مصر. وهو في اليونان سيركس ده يعتبر بالنسبه لهم ايدول ومثل اعلى وفيجر وشخصيه قديره جدا جدا. وانا لما قريت الثلاثيه دي الحقيقه انبهرت بطريقه كتابته، بالاحداث، بالقصه نفسها، لانها كلها احداث حقيقيه ودارت في مصر، فالحقيقه كانت ممتعه جدا. فاخدت منها الاسم. هو سماها مدن جامحة لانها كانت بتدور في اورشليم والقاهره واسكندريه في وقت كانت الحرب العالميه، بعد الحرب العالميه الثانيه واثناء الحرب العالميه الثانيه كمان. فبالتالي هي كانت بالنسبه له انه كان كل الجاليات الاجنبيه او كل الجنسيات موجوده وعايشه مع بعض في مصر في الوقت ده، والحقيقه انا استمتعت بيها، فحبيت ان انا اربط العنوان مع اسم الكتاب. والحقيقه ده عمل رد فعل في اليونان لطيف جدا يعني. أوكي. اللي انا شفته انه حتى حضرت الحفله، حفله تقديم الكتاب، الاديبه اليونانيه الكبيره بيرسا كوموتسي. بيرسا كوموتسي هي اللي ترجمت كل روايات نجيب محفوظ من العربي لليوناني، لان هي برضه مولوده في مصر. أوكي. وترجمت اكثر من 150 عمل ادبي، منهم ترجمه القران الكريم نسخه معتمده من العربي لليوناني من الازهر الشريف يعني. جميل. فهي حضرت وابدت اعجابها بالكتاب وبالفكره، فمن هنا كان فكره اهتمامي انه العنوان يبقى برضه متاخد من التراث المشترك ما بين مصر واليونان، لانه سيركس اعتقد عاش، اتولد في مصر وعاش حياته كلها في مصر، راح اليونان بس سنه 63 يعني، هو مواليد 1911. يا ده راح على كبر يعني، فراح على كبر جدا يعني، راح وهو ونشر، وهو اتشهر بعد ما توفى يعني، بعد ما نشرت الثلاثيه دي، هو توفى سنه 80. فالحقيقه هو من الناس اللي اسعدتني وانا قاعد اقرا يعني. انا بحب اقرا كتير جدا بره الكوره يعني، انا بره الكوره بقرا في كل المجالات. فهو من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي لطيفه جدا. ابتديت كتابه في الرياضه تحديدا امتى؟ من كصحافه من زمان، من 2009 و2008، وككتابه ادبيه بقى كان 2020. هذا قريب يعني. انا دخلت يعني معرض الكتاب 2019، قلت انا السنه الجايه ان شاء الله 2020 هيبقى ليا كتاب هنا. جميل. وانا كنت اوريدي بجهز كتاب بقالي 8 سنين، اللي هو اول كتاب عملته. الاصل والعادي بتاعك هو النقد الرياضي. النقد الرياضي الصحفي والبروفيشن يعني نفسه. بالظبط. 8 سنين بتكتب في كتاب اخذ 8 سنين، اول كتاب اخذ 8 ليه؟ سنين. ليه انا دايما بسمع كده يقول لك انا بكتب بقالي 10 سنين في كتاب، 3 سنين ليه يعني؟ ده عشان تجمع معلومات او مصادر، ولا بيبقى يعني ليه 10 سنين؟ تتوقف على الفكره، انت فكرتك ايه وعايز تكتب ايه. انا في الكتاب الاول اللي هو 100 عام من الحلم ده، كنت عاوز اوثق قصص احتراف اللاعبين المصريين في اوروبا على مدار 100 سنه من 1908 ل 2008، اللي هو الفتره اللي ما قبل السوشيال ميديا. كل اللي بعد السوشيال ميديا الناس حافظاه وعارفاه وعاشته لحظه بلحظه. لكن لما اجي اتكلم عن اسم حسين حجازي، واحد من اول اسطوره في تاريخ الكره المصريه، حسين حجازي ده اول لعيب محترف من مصر، نقدر نقول ان احنا شفنا الوثائق بتاعته من سنه 1911، يعني من اكتر من 100 سنه كان النادي الاهلي بيقدم اول محترف في اوروبا يلعب في دوري انجليزي ويلعب ويسجل هدف رسمي في دوري انجليزي، كان حسين حجازي مع فولهام سنه 1911. فالحقيقه انه في الفتره دي انا ابتديت البحث في قصه حسين حجازي، وبعدها قلت انا هكمل. وانا بكتب الكتاب مش بس بكتب المعلومه او ان انا وصلت المعلومه بكتبها، انا مثلا بتكلم عن كابتن هاني رمزي في المانيا، بعمل انترفيو مع اوتوري هاجل المدرب اللي كان مقتنع بيه جدا، مع روي هاجسون المدرب اللي طلعه في اوروبا، عشان كل معلومه وأتكلم تبقى يعني معاهم وتبقى معلومه موثقه، ويبقى الانترفيو موجود جوه الكتاب. حلو قوي. فالوصول لكل صح كده انا الناس فهمت. ده شغل دسم جدا سهل. فبضطر ان انا اخد فتره طويله، لانه كمان كنت واخد 100 سنه، 100 سنه دي فيها لعيبه مصريين كتير احترفوا بره. فعشان اوصل ان انا اقدم ماده انا راضي عنها ممكن تاخد معايا وقت طويل. طب فكره ان في غزاره في الانتاج، انا بقى مش بتكلم بقى عن ادب كره القدم انجاز التسميه يعني، انا بتكلم بشكل عام، واكيد حضرتك بحكم ان انت بتروح سنويا معرض الكتاب فانت اكيد ملاحظ ده، ان في غزاره ملحوظه في الانتاج الادبي والروائي بشكل عام. في بعض الاحيان تيجي تغربل الانتاج ده هتسقط على الاقل نصه ان ما كانش ثلاث ارباعه، هتلاقي نفسك بصدد قراءه اعمال لا تستحق حتى القراءه. فهل دي ظاهرة صحية، وجود غزارة في الإنتاج، ولا الأولى يبقى فيه غربلة رقابية من كيانات ومن أشخاص يعني بيتم اختيارهم بمنتهى العناية، عشان اللي يبقى موجود في السوق يبقى الخلاصة ويبقى أدب فعلا ورواية حقيقية إلى آخره؟ أنا هقول لحضرتك السؤال حلو جدا وصعب جدا وجميل جدا بالمناسبة يعني. بره ادب كره القدم والرياضه بقى، بره كل حاجه، الانتاج الادبي بقى كتير جدا لانه هي صناعه وبتكسب. ف
فاي حد ممكن على السوشيال ميديا عايز يعمل كتاب هيعمل هيلاقي اللي ينشره. لكن الفكره ان زي ما قلت لو غربلت هتكتشف انه مع التقييم انك هتاخد 10% فقط من الانتاج ده. طب النقطه الاهم الرقابه المفروض تبقى رقابه الجمهور. الجمهور هو اللي بايده انه يفشل الاعمال دي او ينجحها. يعني انا اتمنى ان الجمهور يقيم صح دايما لما يحب يقرا يقيم بشكل موضوعي شويه ما يمشيش ورا الترند. الترند ده آفه مش حلوه. يعني انا بالنسبه لي حتى الترند في حته الروايات او الكتب بخاف منه. ده مصيبه مش بس مش بخاف منه يعني. انت تقدر تراهن على الجمهور. ما هو خلي بالك جزء كبير من الجمهور هم اللي نجحوا اسماء معينه في دنيا المهرجانات مثلا. انا بكلمك حتى على فنون مختلفه ما فيهاش يعني فعلا تقييم حقيقي يعني. فانا انا يعني لو كنت اتمنى كنت اتمنى ان الرقابه تبقى للجمهور. لكن انا بالنسبه لي لو في نوع من انواع الضمير المهني عند دور النشر وهي بتختار هتنتج لمين هنا الامور كانت هتبقى سهله. ضمير مهني بعيدا عن المكسب بقى. بعيدا عن المكسب بس هو المكسب المادي اي حد هيكتب بس لازم هيدور عليه يعني بتاع المشكله. للاسف للاسف انه زمان ما كانش ده اللي بيحصل. زمان كانت القيمه يعني لو بنتكلم من 100 سنه لو بنتكلم نرجع 100 سنه نشوف مين اللي كان بيكتب. طبعا تتكلم يعني بايام روزا او حاجات يعني بالظبط. فهي الفكره كلها انه وبرده انا بالنسبه لي دايما بحب اراهن على وعي الناس وشايف انه الجمهور في وقت من الاوقات هو اللي هيقيم وهو اللي بيفرز طبعاً. وعلى فكره الـ يعني الـ الاعمال اللي هي غير ذات قيمه دي بتاخد وقتها وبتنتهي وفعلا بتختفي. يعني انا في حد قال لي كلمه حلوه بعد ما عملت اول كتاب قال لي في السنه دي كتب كتير جدا لو عديتهم هيبقى في 5-6 كتب كتابك هيبقى منهم اللي هيكمل بعد كده لانه في مجهود وفي معلومات كتير وبعد كده انا ممكن احب ارجع له عشان اوصل لمعلومه معينه. لكن صح. في حاجات بتتقري زي السندوتشات التيك اواي كده والسلام عليكم واختفت. طيب عمر قبل ما ننهي الفقره ان خلاص الوقت خلص توقعاتك للنهارده ايه ان شاء الله سريعا؟ ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراه كبيره كالعاده. دايما براهن على الاهلي في الظروف الصعبه واعتقد انه المباراه مش سهله لانه انا اعرف مدرب بالميراس قبل فيريرا مدرب برتغالي كان بيدرب باوك اليوناني قبل كده ومدرب شاطر جدا متطور زيه زي بيتسو موسيماني وبالتالي المباراه مش هتبقى سهله خصوصا ان في السنه اللي فاتت احنا بقى أيوة. احنا مش ثأر ولا حاجه بس لا هي ثأر كروي مش ثأر حاجه ثانيه. اقصد ايه؟ اقصد انه قبل فيريرا يهمه انه انا بلعب سيمي فاينل عاوز اوصل فاينل وانا الاهلي يهمني ان انا العب فاينل وانا براهن دايما على النادي الاهلي في المواقف الصعبه. ما قلتليش برده التوقعات. ان شاء الله الاهلي يكسب 1-0. 1-0 حلو جدا. هنختم بده. مشكورك جدا يا عمر. شكرا ليك نورتنا وسعداء بوجودك معانا وان شاء الله نشوفك على خير مع اصدارات بقى جديده وانتاج ادبي وروائي جديد ان شاء الله. انا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي بقى معاكم تاني واخر فقرات الحواريه. خليكم معانا. يعني هي الظروف اللي بيمر بيها الاهلي يمكن تكاد تكون غير مسبوقه سواء مع مونتاري او بنتكلم مع بالميراس. عندنا كان غيابات وغيابات باعداد كبيره جدا وضخمه وما كانتش فعلا في الحسبان. نيجي دلوقتي لبالميراس برضو الوضع كما هو عليه. انت هتلعب من غير اللعيبه الدوليين وما زال برضو الوضع مش افضل شيء. ولكن الاهلي الحمد لله زي ما احنا دايما عندنا ثقه فيه بيقدر على الارض ان هو يثبت الاهلي بمن حضر. لعبوا ماتش جميل جدا قدام مونتاري لدرجه ان بعض المديرين الفنيين وتحديدا اللي هنتكلم عن فيريرا اللي هو المدير الفني لبالميراس كان بيقول ان انا ما كنتش متوقع ان الاهلي اللي هيفوز. كنا متوقعين ان احنا هنقابل يعني مونتاري. فالاهلي دايما يعني بيفاجئنا وبيدينا هذه الثقه اللي فعلا فعلا يعني مستحقه. على كل حال هنتكلم في ده وهنتكلم في اللي جاي والمواجهه المرتقبه اللي البعض بيطلق عليها برضو الثاريه. هنعرف كل ده بس خلينا نرحب في البدايه ب يعني كابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق اللي منورنا. صباح الفل. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. منور الدنيا كابتن احمد. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ زي الفل يا حبيبي. ماتش قوي النهارده. اكيد ماتش قوي ومش عايزين نطلق عليه ثأري لان احنا في الاول وفي الاخر احنا فرق كبيره. بالميراس فرقه كبيره بنلعب في كاس عالم الانديه فما الموضوع مش موضوع ثأر انما من الموضوع ناحيتهم هم يا كابتن مش احنا يعني ما ده ما هو من ناحيتهم برضو انت كسبتيهم ضربات جزاء. خلينا بس نكون واقعيين احنا تعادلنا تعادلنا وكسبناهم ضربات جزاء وخدنا يعني الثالث بنفس المنطق ده ما عندكش احساس بالثأريه ناحيه السنغال مثلا في الماتشين اللي معمولة بيهم؟ لا لا والله ابدا. موضوع الثأر ده اللعيب يحس بيه في الملعب انما انت بره ما تقدرش تتكلم عليه بنفس المنطق لان في ناس بتترجم كلامك غلط. بدليل ان ايتو لما اتكلم على انها حرب للعيبه لا 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 حرب كرويه وهو وضح ده بعد كده. ماشي انا بقول لك اهو الناس بتفهم الكلام بطريقه مش كويسه انما في العموم
في الملعب هتبقى اللي عايز تكسبه. هي دي وفي حد هي دي النهارده هم جايين عايزين يكسبوك. نغمه التعالي اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت مش موجوده. حتى التصريحات ابتدوا يقلوا فيها شويه. ابتدى التركيز يكون معانا اكتر. بيدرسونا على المدى البعيد زي ما قال مستر فيريرا ان هم كانوا متوقعين مونتيري اللي لعبهم. فطبعا كل ده بيديك قوه زي ما بيقولوا ايه يعني انت يعمل رهبه رهبه ليك قبل ما تلعب قبل ما تلعب الجيم. فده في حد ذاته حاجه سلاح ذو حدين. ايوه يعني استغله يا يبقى علينا يا يبقى هم عندهم الروح والحماس والانضباط اعلى يا اما انت تستغله والرهبه اللي انت عاملها لهم ديا تنزل تدوس عليهم اكتر هيبتدوا يقعوا هم. فانما طبعا هم كفرقه هم فرقه محترمه فرقه انت بتتكلم في ال 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 108 مليون يورو كقيمه تسويقيه. احنا 34.1 تقريبا احنا بعيد قوي عنهم فرقم كبير جدا بالنسبه لنا اربع اضعاف تقريبا او ثلاث اضعاف ونص. فرقه من الفرق المحترمه فرقه بتاخد ثاني سنه على التوالي البطوله بتاعت امريكا الجنوبيه وما ادراك ما امريكا الجنوبيه طبعًا اللي هي طبعًا مفرخه معظم اللعيبه في العالم كله دول حرفنه كلها كلها. فلا طبعا الماتش قوي فرقه بتلعب 4 2 3 1 على احسن ما يكون بيلعب ما عندهمش سيستم واحد. يعني انت وانت بتقابل حد بتفكر انت هتقفله الاطراف ولا هتقفله المنتصف ولا هيلعب طويل. لا هم بيلعبوا الثلاثه عندهم قدرات يلعبوا الثلاث طرق بيقدروا يغيروا في الملعب بيلعبوا كتير 4 4 2 في بعض الحالات لما بيبقوا مزنوقين وعايزين يكسبوا بينزلوا راس حربه تاني. فهم فرقه كويسه جدا عاملين حسابك كويس وعارفين انت شغال ازاي واشتغلت الماتش اللي فات ازاي وهيلعبوك من هذا المنطلق. احنا ناقصين وناقصين لعيبه مهمه وناقصين لعيبه انت بتتكلم في 9 لعيبه المصابين يعني ربنا يشفي عمار ويشفي اكرم توفيق ويرجعهم لنا بالسلامه. وعندك 6 بتوع المنتخب الستة بتوع المنتخب مش هتقدر تعتمد على حد فيهم. لو اعتمدت هتعتمد على 2 بالكتير لان هم لسه فعلا اكد ده صحيح ده اكيد لان هم لسه واصلين امبارح بالليل فهتبقى اعتماد لو جايين من مطحنه لا سيبك مش مطحنه يعني. بس ده انت جايين من سفر من كاميرون للقاهره ومن القاهره للامارات واربع ماتشات ب 120 دقيقه كل واحد فيهم. ما هو ما فيش حد لعب الاربع ماتشات غير السوليه وحمدي ومحمد عبد المنعم فدي اللي ايه ممكن انت ما تستخدمهمش كلهم. حتى السوليه لو هتستخدمه شوط وتنزل حمدي فتحي مكانه الشوط الثاني لان هم بقوا 5 تغييرات برضو سهلوا علينا شويه الدنيا انت عندك محمد شريف بقاله يمكن البطوله كلها ما لعبش على بعضه ماتش واحد. ايمن اشرف بقاله ماتشين مريح فان شاء الله يكون في استفاده من بعض اللاعبين ولكن مش كلهم. انما هي قصه برضو الارهاق خلي بالك السفر متعب اكتر من اللعب يعني طول عمرنا الضغط اصلا يعني بالظبط ومباراه زي دي كارثه ثانيه برضو ضغط اعلى. فطبعا يعني ربنا يكون في عونهم وربنا وغير ان اللعيبه اللي لعبت الماتش اللي فات ومستر موسيماني قال الكلام ده امبارح من حقهم ياخدوا لان هم شالونا في وقت طبعا. ضعفنا او في وقت قلتنا شالونا وكسبونا وعملوا جيم كويس جدا فبرضه ما تقدرش تستغنى عن حد فيهم. فيعني في حسابات كتير طبعا. اعتقد ان المباراه هتبقى حساباتها كتير وان شاء الله يا رب بس نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. احنا هنحلل ونتكلم بقى في تفاصيل برضه سواء عننا يعني او عن بالميراس. خلينا نبدا بالاهلي ونتكلم هنا غياب الشناوي ووجود طبعا علي لطفي مصطفى شوبير وحمزه اسماء برضه كبيره وهرجع نكرر تاني اي اسم محطوط او منضم للنادي الاهلي هو قدها ويستحق وليه كل الثقه فما عندناش قلق. ولكن خلينا برضه بحكم خبره حضرتك يعني بتشوف قوة علي لطفي إذا كان علي لطفي اللي هيبدأ إزاي خلينا برضو نطمن إن شاء الله علي اللي هيبتدي طبعا أكيد الثقة في كل الناس الموجودة تعقيبا على كلامك. إحنا في لعيب كنا عارناه وطلع أحسن لعيب في أفريقيا ومتاخد في طول في أحسن 11 في السكواد بتاع أفريقيا كلها محمد عبد المنعم صحيح اللي هو مش من الأساسي بتوعنا صحيح تمام. فيعني دي بس لسه قايلين الخبر ده النهارده أي حد موجود إن شاء الله هيسد طالما بتلعب بتيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله هيسد. علي لطفي الماتش اللي فات تألق كان زاد عن مرماه في كورتين كانوا ممكن يغيروا نتيجه المباراه منهم واحده صعبه جدا اللي اتلعبت بالدماغ دي اللي طلعها من تحت العارضه. هو نال الثقه من وقت ماتش الاهلي والزمالك على فكره زمان يعني من كذا شهر خلاص هو كتب اسمه زي ما بيتقال كده خلاص. علي دلوقتي مصنف من احسن حراس في مصر نقطه مهمه جدا الناس بتفكر فيها دلوقتي. ابو جبل لما لعب أيوة. بعد الشناوي بقى ابو جبل الناس بتتكلم عليه في الثلاث ماتشات الاخر صحيح. علي لو موجود مكان ابو جبل ولعب الناس هتتكلم عليه زي ما بتتكلم على ابو جبل. ليه؟
ما هو مش معنى ان هو قاعد احتياطي للشناوي ان هو جون قليل، لا ده جون كبير جدا، لان الشناوي من اعظم الحراس الموجودين في العالم من وجهه نظري دلوقتي في الفتره الحاليه في اخر 3 سنين تحديدا. فلما يقعد احتياطي للشناوي ده معناه ان هو عنده زيه وزي الشناوي كمان. لما ابو جبل لعب ما حسيناش بفرق، لا. هو ده لما علي لطفي ان شاء الله يلعب النهارده ويتالق مش هنحس بفرق، وهالنادي بعد كده ان علي لطفي يكون موجود. تعالوا نتكلم مثلا في ماتش الزمالك 2-1 اللي كسبناه، علي لطفي كسبنا في اخر 5 دقائق صد ضربه جزاء وكسبنا الجيم، وناس كتير طلبت ان هو اللي يلعب وان الشناوي يقعد، وكان الشناوي راجع من كورونا. بس ده ما بيحصلش بالساهل، لان هي دي بتشكل ضغط مش طبيعي على اللاعب اللي كان بقاله فتره طويله ممكن توصل لسنين قاعد احتياطي لحد حارس مرمى كبير وعظيم. اكيد. فيوم ما ينزل في بطوله زي دي ضد فريق زي ده في وسط جماهير زي دي، يعني ضغطها مش سهل. الرهبه الحته الاولانيه دي خلاص خلصت من الماتش اللي فات. دلوقتي هو بيلعب اساسي باريحيه بقى. باريحيه، عنده ثقه في نفسه، عنده ثقه في زمايله عندهم ثقه فيه، الجهاز الفني مديله الثقه. خلي بالك انت الماتشات التحضيريه اللي كانت هنا نقطه مهمه جدا لازم نفصل فيها. لعب مصطفى شوبير 3 مباريات، وبعدين علي لطفي ماتش، وبعدين حمزه ماتش، صح؟ الماتش الوحيد اللي خسرناه ايه؟ ماتش سموحه اللي علي لعب. ولكن من ثقة الجهاز الفني في علي وإمكانيات علي لعبوه ورهنوا عليه وعلي أجاد وتألق. ده معناه إن إحنا ما لا يمكن بنديك الثقة زيادة يا علي ولا يهمك، وفعلا الولد أثبت كفاءة الماتش اللي فات. يمكن كمية الـ 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 الكور اللي هتيجي عليه النهاردة يا رب ما تبقاش كتيرة، بس الطبيعي إنها تبقى أكتر من الماتش اللي فات. ولكن بصراحة أنا عندي ثقة في علي إن شاء الله، متوقع له هو وخط الظهر إن شاء الله يعملوا مباراة عالمية جدا، لأن إحنا لو عرفنا نقفل كويس المباراة دي هنكسبها. زي المباراة اللي فاتت قعدنا ندافع ونزلنا تحت الكورة السنة اللي فاتت في نفس التوقيت، لعبنا بنفس الطريقة ونزلنا تحت الكورة وقعدنا ندافع 90 دقيقة والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. فإن شاء الله يا رب النهاردة كمان يحصل نفس الكلام بإذن الله. أنا يعني هنتكلم في كل حاجة مش بالترتيب، أصل أنا دلوقتي عايزة أنتقل لأن يعني سيبني أنطلق بقى يا كابتن فوزي. أنا هجري وراك ما تخافيش، قول أنت. أنا وكريم كنا بنتكلم في الإنترو عن الهلال السعودي، وكلمنا امبارح عن الهلال السعودي والناس قد إيه شايفة إن هو داخل بقوة، وربما كمان يعني البعض بيتكهن إن ممكن يفوز على تشيلسي والنهائي يبقى عربي. هل السيناريو ده يعني من وجهة نظرك ممكن بكام في المية، بنسبة كام في المية؟ يعني بصي غالبا الحلم ما تقدريش تحط الاحلام ما بتحط لهاش يعني نسبه مئويه، ولكن انا هتكلم على ارض الواقع. انت زي ما انت النهارده بالامانه نسبتك 40-60%، هم نسبتهم قدام تشيلسي 30-70%. دي من وجهه نظري. اوكي 30-70 تمام. هم داخلين بسكواد غير طبيعي، جايبين شويه لعيبه يعني الله اكبر. دي حقيقه. يعني لعيبه كلها كل واحد لوحده في فرقته حامله زي ما بيقولوا. فهم فعلا جايبين فرقه كويسه جدا جدا جدا، عاملين تجمع كويس. يمكن اضعف نقطه عندهم في الهلال انا من وجهه نظري المعيوف حارس المرمى والباك رايت، دول اكتر حته قليله في الهلال، وكانوا المفروض يغيروها قبل البطوله وكانوا عايزين بيدوروا فعلا على البطوله. تمام. اوكي. انما هم كتيم هجومي كويس جدا 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 جدا. تمام. دفاعيا ممكن يكونوا مش كويسين قوي، وهو ده اللي هيفرق تشيلسي عنهم. تشيلسي من اقوى الفرق اللي بتدافع في اوروبا وبتلعب بنفس طريقه النادي الاهلي اللي هي 3-4-3. فده اللي يفرق تشيلسي مثلا عن الهلال. طبعا تشيلسي في حته ثانيه عشان ما نبقى صراحه، ولكن في العموم لا هم في مكان فرقه كويسه جدا. ممكن يبقى النهائي عربي يا رب ان شاء الله، احنا بس نكسب النهارده وما بقى ربنا يسهل لهم بكره. بس احنا المهم اهم حاجه نكسب النهارده، نبص لنفسينا نؤمن بقدراتنا، مهمه جدا نؤمن بقدراتنا ان احنا ممكن نطلع بالميراث زي ما كسبناهم السنه اللي فاتت، ممكن نطلعهم السنه دي ونوصل للنهائي، وتبقى اول مره في تاريخ النادي الاهلي. يا رب يا رب ان شاء الله تبقى حاجه يعني بص فخر زي ما النادي الاهلي حاجه فخمه جدا. بصي زي ما النادي الاهلي بيعلي سقف الطموح عندنا سنه بعد سنه، صح. اعتقد ان هو وصلنا لمرحله احنا عايزين نوصل بقى نهائي كاس عالم بقى. الموند ايوه دي حقيقه. لا وبعدين كمان ده ماتش يصعدك يعني 90 دقيقه، مش مثلا رحله طويله، هم 90 دقيقه فعلا. صحيح. احنا سواء ان شاء الله كسبنا او خسرنا هتلاعبي فرقه كتيره جدا في الثالث والرابع اذا كانت تشيلسي او الهلال. طبعا. هو طبعا الهلال اقرب ولكنه فرقه تقيله جدا قوي جدا. طبعا جدا. فعشان كده يعني لاعب فرقه تقيله في النهايه احسن من لاعب على الثالث والرابع. صح. ان شاء الله طبعا. المكاسب عموما يعني مكاسب مشاركه تحديدا شباب الاهلي في كاس العالم للانديه، يمكن كاس العالم للانديه انت ما شفتش حد من الشباب غير يمكن المغربي
طبعا وكريم فؤاد هو ما يعتبرش شباب ولكنه من الناس الناشئ اللي طالع يعني. اعتقد ان هم دول اكتر اتنين استفدنا بيهم. مغربي هنستفاد بيه كويس جدا جدا على المدى البعيد. الوحيد اللي هيعوض غياب ايمن اشرف في اي وقت لانه الوحيد اللي بيلعب برجله الشمال كمساك تحت، عنده قدره في على اللعب من تحت الكره كويس جدا جدا، بيكمل ورا خط المنتصف بطريقه كويسه جدا، مساك رخم بمعنى كلمه بالكوره يعني مش سهل ان انت تاخدي منه الكوره. فلا مغربي حاجه كويسه جدا. كريم فؤاد يعني اللي هو زي ما بيقولوا الجوكر، بيلعب باك رايت هاف رايت باك ليفت هاف ليفت، ممكن تلعبه في نص الملعب، لعيب كويس جدا، امكانياته كويسه، عنده قدره بدنيه كويسه، بيعرف يلعب كوره كويس جدا، مهاريا عالي. اعتقد كريم من الناس اللي هنستفاد بيها على المدى البعيد جدا في النادي الاهلي، يخش واحده واحده. ما فيش حد تاني يمكن من الناشئين اللي هو ممكن تحتاجه. زياد يمكن زياد ولا كويس مهاريا كويس، ولكن في بطوله زي دي لو لعبته هحرقه لان مش هيستحمل الضغوط. في البطوله هنا في مصر استنى عليه لما يستوي اكتر. لسه شويه، كل ما يبقى متواجد مع الفريق الاول كل ما ياخد خبرات ويستوي اكتر طبعا. ولو حبيت انزله هنزله 5 دقائق 10 دقائق عشان يكسب الثقه بس. انما لو رميته دلوقتي يبقى انا بحرقه، وده اللي بيحصل فعلا معاهم. اعتقد ان بالوقت واحده واحده، واحد زي محمد اشرف الباك ليفت ده ان شاء الله يبقى خليفه علي معلول في النادي الاهلي، لعيب كويس جدا جدا، اثبت كفاءه في البطوله بتاعه البطوله الوديه اللي كانت موجوده في مصر هنا بتاعه كاس الاتحاد. في لعيبه كتير انا مش عايز اغفل حق مانو، بس طبعا مانو طلع اعاره لبيراميدز تبديلا بمحمد عبد المنعم. ان شاء الله الولد ده لما يجي السنه الجايه هيفرق مع النادي الاهلي جدا جدا جدا. فلا اعتقد ان الاهلي كسب بيراميدز، انا قلت بيراميدز اعتقد ان الاهلي كسب مجموعه من اللعيبه الناشئ، ان شاء الله هنستعين بيهم في السنين القادمه بامر الله. طيب كابتن فوزي هنروح يعني بريك سريع جدا ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي السابق. طبعا بنتكلم معاه في كتير من الموضوعات، مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وطبعا يعني اكيد الكلام لن يخلو من تفاصيل ليها علاقه بمشاركه منتخبنا الوطني في امم افريقيا. ودي النقطه اللي انا عايز استاذنك في ان احنا نرجع عليها، لان اكيد في البطولات الكبيره اللي زي كده اللي بتكون مليانه احداث ومليانه انفعالات، اكيد في لقطات بعينها بتفضل ايه ملزوقه كده في الذاكره ما بتتنسيش لفتره طويله. ايه ابرز اللقطات اللي حضرتك شفتها لمنتخبنا طبعا ومشاركته في امم افريقيا في النسخه الاخيره؟ في لقطات كتير طبعا، منها لقطات هي اللي عملت الروح اللي بين اللعيبه دي وبعضها. لقطه طبعا الشناوي لما اتبدل مع ابو جبل، وبعد المباراه ابو جبل راح على الشناوي وحضنه، والاثنين راحوا مع بعض وحيوا جمهور بعد ماتش الكاميرون لما ابو جبل كسبنا ضربات الجزاء والشناوي شاور على طبعًا. ابو جبل دي لقطه مهمه جدا جدا طبعًا. جدا لقطات كتير. امام عاشور اول ما نزل بعد ما طلع عمر كمال عبد الواحد، في اول كوره الكوره كانت على الارض على رجل المهاجم، طار بدماغه وشالها من على الارض. دي بتديك كل لقطه من دول بتعلي الروح المعنويه للعيبه في الملعب طبعًا. بطريقه غير طبيعيه، ناس بتقاتل بتموت نفسها مش بتقاتل بس. لقطه ضربه الجزاء اللي شالها ابو جبل من ساديو ماني وراح يجري على عبد المنعم عشان يحضنه ويقول له انت ما عملتش حاجه. ايمن اشرف بعد ما عمل ضربه الجزاء في مباراه المغرب، اول شوطه على الجون كانت من خلال ايمن اشرف، اللي هو بيقول للناس كلها انا عايز اعوض اللي انا عملته. اعتقد ان في لقطات كتير جدا، لقطه صلاح وهو واخد حكيمي وبعد كده بيوسيق، وبعديها بايام ساديو ماني هو واخد محمد صلاح. لا هو الاول عمل صلاح عملها مع لعيبه الكاميرون في الملعب وبعدين ساديو ماني بعد ما كسبه راح لصلاح وعمل معاه نفس القصه. دي كلها بتدي روحانيات عاليه جدا، بتدي تقارب للشعوب. خلي بالك احنا خسرنا من السنغال، مش ناس كتير زعلانه من السنغال، الناس بتحيي السنغال، فرقه اول مره تاخد كاس امم افريقيه في المشاركه مش 18 ليها او 19. فانت الحاجات دي بتعلي الروح المعنويه، بتحبب الفرق من بعضها. الروح الرياضيه كمان. جزائر شكرا، جزائر شكرا انها زاعت
كل المباريات طبعا على تطبيق ارضي طبعا، او الناس ما كانتش عارفه تتفرج على مش كل الناس عندها القدره، وفي ايام كانت الدنيا بتشتي فيها وما كانش حد قادر ينزل من البيت. فاعتقد يعني دي لقطه مهمه جدا، جزاء من 2019 من المعامله الحسنه اللي لقوها هنا في مصر في البطوله الافريقيه. اتفرج النهارده بيتكلموا على منتخب مصر ازاي، التجمع المنتخبات العربيه كتير ما لسه هقول لك بيشجعوا المصريين اكتر من حضرتك. بص البلاد العربيه، بص المغرب، الجزائر، تونس، لبنان، الأردن، فلسطين، الإمارات، السعودية، كل البلاد دي جالنا فيديوهات منها أن كلهم أثناء المباريات بيشجعوا المنتخب المصري لأنه المنافس الوحيد دلوقتي في كأس الأمم. فأعتقد لا طبعا عملت لنا جو من الروحانيات مفتقدينه من 2010 تحديدا. بس هي كمان اللقطات دي بتبقى حلوه، يعني شفنا قبل كده ساديو ماني وهو كان بيبص لمحمد صلاح ومحمد صلاح معاه الكاس وقد ايه كان حزين، والسنه دي شفناه وهو نايم في السرير ومتصور مع طبعا. يعني الدنيا دوار مفيش مشكله. وهو بعد المباراه، وعلى فكره دي ده الحلو في كره القدم، يعني انت لو بتفوز بكل حاجه برضو ده مش ملهاش طعم. مش هتحس بجمال الحاجه غير لما تتاخد منك وتروح لها بعد كده بالظبط. فهي لازم الحاجات دي هي اللي بتفرق وهي اللي وعامله متعه في كره القدم بصراحه. الكلمه اللي انا بقولها ان اول مره من 2010 ان احنا نتجمع حوالين المنتخب ونسيبنا من الانديه ونسيبنا من اي حاجه بالطريقه دي، الروح المصريه الطبيعيه بقى. انت قبل مباراه السنغال، ويمكن ده اللي خسرنا، كل الناس في الشارع ماشيه بالاعلام، اولاد صغيرين طب ده اللي خسرنا ليه؟ انا بهرج يعني بضحك ان احنا احتفلنا قبل ما نكسب. ايوه كان عندنا امل يعني بالظبط. فكل الناس كانت مبسوطه وفرحانه ونازلين في عكس الكلام ده ما حصلش في 2017، مع اننا وصلنا في النهائي بس ما كانش موجود في 2017. فاعتقد لا احنا الحمد لله فين على 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 حاجه كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي. يا رب ما نرجع بقى نقسمها بقى ونرجع نتخانق تاني. لا 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 ان شاء الله الروح دي طالما انت وصلت لحاجه كويسه ما بترجعش ان شاء الله لورا. انا عايزه اروح معاك، معلش انا كئيبه شويه في بعض الاحيان بس عامه انا مش كئيبه. اتفضل. السيناريو الأسوأ، لم نوفق، ازاي انعكاسه ده هيكون علينا وعلى الفريق وعلى الاهلي؟ طيب على الاهلي ان شاء الله يا رب ما يبقاش. لا ده فرشور يا رب ما يحصل، انا بس بروح للسيناريو. ماشي. السيناريو الأسوأ، احنا ما وصلناش للسيناريو الأسوأ، احنا وصلنا للسيناريو الاحسن. اشد المتفائلين ما كانش يتوقع ان احنا نوصل بعد دور الثمانيه في البطوله دي. احنا وصلنا لمكانه ثاني بطوله الافريقيه، تمام. الرانكينج بتاع الاتحاد الافريقي نطينا ست فرق، فانت الكلام ده كله ما كانش موجود قبل البطوله، تمام. الالتفاف ده ما كانش موجود قبل البطوله. طيب ايه اللي ممكن ناخده بقى؟ اللي ممكن نكسبه بقى ايه؟ احنا ندور في حد ان احنا نلعب، نشوف راسات حربه تانية غير المتواجدين، نشوف طريقه اللعب ال 4 3 3 دي عايز تلعب عليها زي ما انت عايز، لازم تنفذها في الناحيه الهجوميه ازاي؟ بتنفذها كويس جدا في الناحيه الدفاعيه جدا جدا، ولكن في الناحيه الهجوميه ينقصك حد في نص الملعب، حد في نص الملعب ينقلك الكره ويقدر يحافظ عليها، ينقصك حته مهمه جدا في النواحي البدنيه والضغط لازم تعليهم شويه، ينقصك مثلا يعني لازم يبقى معاك باك رايت تاني بعد اكرم متعور. ابتدينا نرقع الحته دي بعمر كمال عبد الواحد ومن بعده امام عاشور، ما عندناش باك رايت ثابت، لازم ندور عليه ونحاول نجيبه. انت لسه قدامك 40 يوم عشان تصفيات كاس عالم، فانت ما تبصش للوحش، حاول تبص للكويس وتحسن منه، والوحش تحسنه، انما ما تبصش بقى اصل في حاجات كتير وحشه. اصل احنا شويه اللي فاتوا فرهضنا كتير والله بكلمك بامانه، وشفنا شويه حاجات لو كنا بنتكلم من شويه على اللقطات، لا شفنا لوقت ما لقطات غير مرضيه لكل جماهير كره القدم المصريه على يعني العالميه كلها بكل المعاني. ففكره ان انت يعني مثلا تعالى نقيس كده التطور والتغير اللي حصل في تصريحات واداء وقياده كيروش للمنتخب في اول تواجده وفي الفتره الاخيره، في تطور ملحوظ وفي استجابه حتى وان كانت متاخره حبتين، بس شفنا ان في تغيير ملموس نتج عنه ان كلنا خلاص بعد احنا وصلنا للفاينل، فطبعا كنا عشمانين قوي في ان احنا طالما وصلنا له يبقى ناخد البطوله. مش حمل بقى اي احباطات مستقبليه. وانا اقصد بده كمان الماتشين بتوع السنغال بصفه خاصه. طيب اكيد احنا مش حمل اي يعني خلاص احنا خدنا صدمه اول امبارح وكانت صدمه قويه جدا جدا. كيروش لو اتكلمنا عنه لوحده الناس عماله تمجد في كيروش. انا مش معاهم. كيروش ما تعادلش غير لما سمع اراء الناس والمحللين لما الدنيا كلها الفرقه كلها تعادلت
لما سمع كلام لما الاول ما كان بيلعب صلاح راس حربه ومصطفى محمد ناحيه اليمين ونزل محمد عبد المنعم يلعب باك رايت في ماتش نيجيريا، يعني عمل حاجات مش طبيعيه، وكان بيجرب. ما ينفعش تجرب في بطوله زي دي، عايز تجرب فيما قبله طبعا. اول ما ابتدى يسمع كلام الناس والجهاز اللي معاه الامور ظبطت شويه، الامور ظبطت، لا مش شويه، ظبطت كتير. تمام، الطريقه بتاعتك عايز تلعبها نلعبها، بس يكون في ناس يعرفوا يعملوها، وظف لها الناس الصح في مراكزهم. يعني ما لعبش الثلاثي اللي في نص الملعب النني وعمرو السوليه وحمدي فتحي مش موجود، ده حمدي فتحي هو رقم واحد وتبني عليه الباقي، خصوصا هم ما اتمرنوش كفايه على الخطه بتاعته. هم ما لعبوش يعني ما لعبوش ماتش ودي مع بعض، ما لعبوش ماتش ودي مع بعض، يعني في البطوله بالزبط. العربيه ما كانش المحترفين موجودين، فمش طب. عارفين خطه الراجل ومش عارفين طريقته، وجيت هنا غيرت ناس واخدت ناس ومشيت ناس، فانت لا لازم عايز تعمل الكلام ده اعمله في ماتشات وديه، انما ماتشات رسميه لا لازم تمشي مع الناس. لما ابتدينا نكسب ورجع للراجل لكلامه، ابتدى هو حتى ذات نفسه، خلي بالك البرتغاليين عندهم الحته دي، بيعرف ينقل الضغوط من فرقته على الناس التانيه، وده قدر يعمله كويس، وده زود من الروح المعنويه للعيبه في الملعب، وده ظهر في تصريحاته مع بكاري جسامه، تصريحاته ضد ايتو، تصريحاته عرف يهدي الدنيا شويه على لاعبته، وده ظهر واضح جدا جدا. النقطه المهمه احنا لازم حد يتكلم مع كيروش، ما ينفعش هو يدير الموضوع لوحده، لازم يكون في المساعدين يتكلموا بطريقه اقوى شويه، مش اقوى في بالعنف يعني، لا يكون ليهم تواجد احسن شويه في التشكيل مثلا. لازم الراجل يعرف ان مش كل اللعيبه المحترفه احسن من الموجودين، في لعيبه محترفه والله العظيم لو في بيلعبوا هنا في اهلي وزمالك والله ما هيلعبوا، والله ما هيلعبوا اساسي. فيعني لازم في وقت من الاوقات بتضحك، والله العظيم دي حقيقه، من غير تعليق نميس منك برضه، دي حقيقه. فانت صح، في ناس محترفه على عيني وعلى راس، بس في هنا امكانيات لعيبه والله احسن. طول عمرنا ما بناخدش بطولات افريقيا بالذات غير باللعيبه المحليين ومطعمين بثلاث اربع محترفين، فانت لازم يكون عندك انتقاء. ميدو بعز جلاله قدره في وقت من الاوقات في 2006 كابتن حسن شحاته كان بيقعده دكه صح، وكان ميدو واحد من اساطير الكره دلوقتي. فلا يعني اعتقد الموضوع محتاج قوه شويه من الجهاز المعاون. يا رب خير ان شاء الله اللي جاي باذن الله، ونسعد مبدئيا النهارده كده بالنادي الاهلي وبعد كده بالمنتخب ان شاء الله. شكرا لك كابتن فوزي، نورتنا، بنشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد النهارده في 10 الصبح في الاهلي، نشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده مع كريم نهواني.